بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم في حلقه جديده من برنامج ديوانيه ال جي جي وبوفيه ال جي جي. معاكم مقدم الحلقه يعقوب الحسيني، ومعاي اليوم ما شاء الله شباب طيبه و يعقوب I want to play white car. اليوم الحلقه ما راح تدري قصلنا لنا هالفتره بنسجل قطلك البيري خلنا نسولف لا تقص ولا شيء. انا ابي المستمعين والمشاهدين يعيشون اللي قاعد يصير اليوم. كل المقرقشات هنا على الطاوله الحين، كل المقرقشات انواع من البطاطس والسمبوسك والمكسرات. لا الحين على الطاوله شلون نشرب الشاي؟ شاي كرك لازم تشربها اوثنتك، تشفطها شفط. لا اصبها بالكان عشان اعطيك تشي بعد. شغل عدل. معاكم يعقوب الحسيني، معايا اليوم عبد الله بشهري، عادل بارودي، واليوم ضيف الحلقه علي المطوع. احنا على السلامه، شلونك؟ اخبارك؟ نورت الكويت، كنت معانا اليابان. حلقه الديوانيه حق اول مره يسمع لنا، وان شاء الله مو اخر مره. نتكلم فيها سوالف دردشه عامه. ننتقل بعدها الى قسم شنو لعبنا بالفتره الاخيره. اوكي ريج كويت. وبعدها ننتقل لفتره الاخبار، ومن بعدها اسئله المستمعين اللي سالونا على تويتر عن طريق هاشتاج الكيجيجي. فنبلش بالفقره الاولى، هي دردشه عامه. طبعا بما ان بعلوه توارد من اليابان فرش، عطنا. انا ما بقول لك شلون اليابان وما ادري شنو شلون معيشه هنا، هذا حكي خلاص خلينا خدنا خيره كله. زين، شنو اخر ترند او اخر هبه غريبه حاليا باليابان؟ يعني احنا هني عندنا مثلا مو هني السؤال الحين. اليابان شنو الانمي اللي ضارب عاده؟ يكون لما يصير في موسم ولا شيء يحطون لك استيكرات وما ادري شنو، تروح حق هبارة تشوفه كله. اكثر واحد ضارب الحين شو اسمه، ابيك بوب ما شنو هذا ايوه اللي موكوموتو صغير، البنتين الصغار، بنتين واحد منهم موكوموتو. لا هو شنو، هم يبون فويس اكترين كل حلقه. يتغيرون كل حلقه. مو ثابت على بال موكوموتو ثابت. لا انزين، ونفس الحلقه يعيدونها، يعني الحلقه 10 دقائق على بال. هذه الحلقه الاولى بس ولا لا؟ كلها كل حلقه تنعاد القصه نفسها. انزين، اول تلقى مره يكون فويس اكترين حريم، المره الثانيه فويس اكترين ريايب. شوف لحظه، بس يقولون نفس السيناريو ولا هم يالفون؟ لا نفس شيء تافه، بس شيء تافه ما ينشاف. انا ما تحملت الصراحه. هو اهم شيء تشوف الفويس اكتر ريايب. هذا بالضبط سكس كوماندو جيلنا الحين او عصرنا هذا. اي بس على انحطاط اكثر. انا عندي سكشي كوماندو ترى ابداع. انا ابداع اكثر وايد، ناس ما يحبونه. حلقه من الحلقات جايبين يعني فويس اكتر ريايل، جايبين واكوموتو اللي هو هذا فويس اكتر مال سيل، مال بايسن سيل مال دراجون بول لولوش. اوكي زين، وش يسمونه فويس اكتر مال فريزا مال دراجون بول. لا انت المشكله سيل وفريزا حق بنتين. لا وبنتين اشكالهم عرفت انهم ايش اقول لك. لا ترى رسمهم حلو. انا عن نفسي حبيت كاركتراتهم. يعني شنو باور بوف جيرت ما يسمونه باور بوف. لا بس اقول لك صراحه، يعني هو اهم، يعني مو اللي فيه قصه، مو اللي فيه لقطه تجيب 30 ثانيه. مو لازم يكون، يعني مو لازم يكون، يعني هذا شيء راندوم، شيء راندوم خلق حق التلفزيون ان تطالع يعني اسئلتك تزيد اكثر ما انت تاخذ اجوبه من يعني تخلص عندك تساؤلات وايد. هذا من نوع من الانيميشن اللي كذي يعني، فهذا اللي ضاربه هناك. انا صراحه إيه بس ما قدرت اتحمله، يعني الكل كان قاعد يتكلم عنه هالشهر. وايد اشياء قديمه بردونها هالشهر. هذا الشهر وايد في شغله. حطيت لستة حق الشباب. انا كنت بسال تحديدا، يعني اوكي خارج نطاق الانيميشن، في ترند غريب قاعد يصير؟ يعني مثلا الناس حابين بشيء معين، مثلا اوكي الناس حبوا فجاه بكيكه فراوله، او مثلا
هبه يعني ايتم غريب شيء غريب تصرف غريب. اخر كيك يمكن هذا اللي مو شرط اكل جلي. انا اقصد مو شرط اكل، انا اقصد انه شيء يعني هبات اليابانيين غريبه مرات، يهبون بايتمز غريبه، يهبون بطبايع غريبه. في شيء غريب هالموسم هذا او هالفتره هذه من اخر مره ما مر علي. بس انا اقول لك الحين فرضا انا ساكن في كوكا، في محل تشيز تارت. تشيز تارت تشيز تارت إيه؟ يعني شو اقول لك، متى ما تروح زحمه عليه، يعني طابور طابور تعرف ابو شيء تقعد يمكن 25 دقيقه وما عنده الا نوع واحد بس، هذا الايتم الوحيد. انت تروح تقول له كم واحده تبي بس، هذا الاوبشن مالك. وليش الطابور زين ما دام هذا، وتعرف اللي يذهبون الفلوس قبل، ويعني واحد يقول لك كم تبي وعشان تدفع الكاشير على ما يجيك الدور. زين انت مذهب فلوسك وقال لهم بس انه يعني كم حبه تبي، زين بتروح تستلم. ليش الطابور ما ادري السجل اذا شيء سافه سريعه السجل ليش طابور ما ادري 25 دقيقه وتعرف المره انا ها اخو فاضي هناك. تعرف يعني اذا صار عندي ويكند ولا يعجبني حيل اروح اطلع شيء سوق ولا شيء، كان اقول ها انا اليوم ما برد البيت، لان اصلا ما رد البيت، اذا برد يعني انا ساكن عند الجامعه جار الحارس انا ف ها خل اشوفه وقف وقفت كليت ما يسوى حلو بس ما يسوى ما يسوى. مثل هذا اللي هبونا فيه التشيز كيك هذا ياباني اللي رطرط اللي رطرط التشيز كيك اللي رطرط ها صدق ما بس انا اللي عقدني ان اقول لك عاده هم اليابانيين يحبون يصفون دور يحبون شنو يصفون دور ايه بروفيشنالز هم يعني انا ابي اصف انا ابي اقعد من الصبح اصف ليش ما ادري يعني انا اقول لك جربتها حق الفيتا حق الفيتا قلت لا ما اني صاف طابور بعد الا يعني اذا معرض ولا ايفنت ولا شيء ممتاز لا اداء كبير تعال يعقوب لو كان وذين كونتكست يعني جراند توريزمو مره كل يوم تشيكوا تليفوناتكم حاطينها سايلنت ما عليه انزل ايه فاقول لك هم فيهم طبعا يصفون دور بس عاده يعني الشغله تكون مو المدة طويلة يعني هذا يعني انا اقول لك قعدت سنه هناك كل ما امر نفس الشيء كل ما امر يعني الشيء حاطين لك تعرف اللي انك رايح ثيم بارك ولا شيء تي اللي حاطين لك رقم ايش كثر تطول ف يعني قلت خليت اه بس احس مو شيء جديد هذا احس هم جيم متعودين من سنين هي صح اي بس ايش معنى هالمحل ما ادري شيء ما يسوى بعد تكفى مو بس عندهم اتوقع هذا موجود بكل مكان احس هم صح عندنا يعني سواء بالكويت او برا الكويت يعني بس ليش انت شفت طابور هني بالكويت اول ما يفتح انت شايف شفت اول ما بطل بينك بيري حالات شاذه مو حالات شاذه اي فرانشايز امريكي هني طابور مو شرط امريكي اي شيء لا سمعه صح يهني يبطل وإذا كانوا مسوي له دعاية شوية صح شوية بس ما يحتاج إنه يتعب وايد دعاية بس خلاص قطلة فاشنيستا واحدة تقعد إيه ترى أقول تخسر أقول تخسر شو لحظة شو تتخسر من دعاية عادي تمسك الهامبورغر وتخسر مو مشكلة تمسك الهامبورغر وتخسر عود شعبنا يعني الله يسامحه بصراحة ينقص عليه المهم أهم بعد صار المهم فهذا بس مو بالي ترند يعني على اليابان كلها ما شفت شيء ما شفت لا شيء غريب هالأيام ما مو على بالي والجيمينج سين لا أحد تحسه مثل ما هو موبايل أكثر شيء لا السويتش وايد يحبونه سويتش هو بورتبل اي بس اقول لك يعني المشكله سبلاتون يموتون عليه يموتون على لا يعني مو طبيعي ايش كثر الناس اللي قاعد لا يعني صارت الحين انا قاعد افترض ما ادري فانت صحيح يعني صارت مثل مونستر هانتر انه تروح ماكدونالدز تلقى اربعه قاعد يلعبون لا يعني شوف كذي يعني انا صراحه ما شفت ناس وايد عندهم سويتش بالشارع اوكي يعني معناته الحين ما وصل مستوى مونستر هانتر يعني ما اتوقع ما اتوقع ما اتوقع في شيء راح يوصل مستوى مونستر هانتر صراحه يمكن
يمكن، بس الشغلة اللي أقدر أقول لك أنا يعني عادة بالجامعة لما أتكلم أغلبهم ما عندهم كونسولز. سويتش لما نزل كمية كبيرة اللي صار عندهم. ولما تسألهم شنو تلعب؟ سبلاتون. أي سبلاتون. لعب ماريو؟ لا سبلاتون. ها سبلاتون كله سبلاتون. وعندهم ما أدري أنا صراحة ما ألعب سبلاتون كلش، ما ألعب لا الأول ولا ثاني، بس عندهم الايفنتس مالتهم تضحك يعني. ايه ايه اللي شيء فيرسس شيء. اي بس كاتشب فيرسس مايونيز. اي بس عندهم مالوت اليابان. اي هم بروحهم غير. ايه اذكر حتى ان سووا اسبوع مع ماكدونالدز اللي هو ماك تشيكنز مع فرايز. اليابان اليابان وامريكا واوروبا ثلاثه ايه. ثلاثه عندهم. بس العاده اللي ما اللي يصير باوروبا هو نفس اللي يصير بامريكا. بس مال اليابان يكون الشيء اللي يصير عليه فيرسس يكون غير، يعني باليابان صارت مع تعاون مع ماكدونالدز اللي هو ماك تشيكنز فيرسس ماك فرايز، منو اللي شنو الاقوى يعني. هذا اللي استغربت منه ان الايفنتس مالت سبلاتون هناك حتى عادي تتكلم عن براندز، يعني ان هذه ماكدونالدز ما ماكدونالدز شلون انت تتكلم عن ماكدونالدز إيه؟ بلعبه ف... ها يعني في فرض عندهم كاكاو اتوقع تعرفونه صاير كنا مشروم او شيء شيء مشروم وتحته بسكوته شوي. زين هذه شركه ميجي عندهم. ايه ميجي معروفه. اي عندهم هذا اللي يسمونه كينوكو والتاكينوكو. هذول هم هناك الليجندري. لا يعني الناس حيل منفصلين يعني اقول لك شكو لك القادسيه والعربي. القادسيه والعربي حيل 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 كذي. انت كذي ولا كذي؟ لا انا كينوكو. افا والله عشان الحلو. افا احنا اقول لك انا عندي باللاب انت شلون كذي والله. افا علي طلع كذي. اي والله تصدق والله ما كان قصدي. طبعا قال طبعا قال افا بالياباني. افادس افادس صدق صدق تعرف نظرتها تتغير شيء على مو انت ما عرفت تجاوبه قال لك كذي او كذي. لا المشكله انا كنت جاي اوزع. لا غلطان. اي غلطان انا غلطان. اذا هذا سالك ولا شيء على طول يقول لك كاكاو بنجوب. ما عندكم هذا ما عندكم اي شيء محلي. فورنر انت صدق جايجن يا اخي ما اكو شيء واحد على جايجن. على العكس شيء ما عندهم نادر. هذا سوبر رير عاد يحبونه. اذبحهم اذبحهم على شيء ليميتد ليميتد. هذا ليميتد جاتشا 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 بون شوكليت. عرفت ما فكر فيها. ودي صوغه هالمره. عرفت ودي ودهم كاكاو بنجوم. ودهم مو كاكاو بنجوم. هذا هذا مال 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 رفاعي. اي شيء اي شيء محلي. اي شيء محلي حلويات رفاعي. زين وقدهم يجيب لك روح هناك اليابان. زين واشتر لك شو يسمونه اشتر لك مله سمك قط فيها وغطها غطها يعني شنها جاتشا وقلبها واللي يطلع لك واللي يطلع له واكتب عليها قرني عن وهو اكتب له ليمتد دروجي عن من كل واحده واحده شكل. اي شكل من كل واحده واحده. يا اخي بزنس عندكم انت ويا لا هذا هذا نصاب هذا سكامر ما لك شغل فيه. عاد شوف شنو عندك. عندك كاب نجوم. عندك هذا المال الصيداوي. زين عندك هذا عرفت شو يسمونه كاكاو هذا التركي اللي فوق كيف مان اللي كبوس احمر. اولكر اولكر والله لا عاد هذا طعمه لا ما شغل. هذا ابو فيل. في ابو فيل. لا لا عندهم عندهم ابو فيل. لا لا ما عندهم. ما عندهم ابو فيل بس عندنا. صدق انا ما شفته باي دوله ثانيه بس عندنا. انا تدري اتوقع موجود بس انا ما ما انا حتى ما اكله حتى انا مو مجربه. اي شيء داج عندنا داج اللي هو تقريبا كل شيء يعني بفك بس لا بغات رايحه بغله بفك بسفينه اروح اخذهم في اي هذا عود صح بسفينه. انا صدمت بس اقول لك في بالرحاب حصلت توله. تعرف كاكاو توله موجود بالجمعيات صدق صاير في ريسيرجنس حقه. يا 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 امس انا رايح مفتر بفرع قطعه 9 جابريه زين اشوف ولا توله شيء مقطط. اقول لحظه هذا لحظه متى والله مو هذا هو اهم من متى طلع هذا في كاكاو كادبري الكرانشي. اي هذا مال دلع هذا ما هذا اختفى هم الحين راضي. إيه. في اشياء في اشياء صدق قاعد ترجع شوي شوي. إيه قاعد ترجع شوي هذا شهر 4 مال الانمي اللي كل شوي قاعد إيه. مع الانمي يردون الشاه هم سيزون هالسنه هالشهر شنو كابتن ماجد
ماجد عندك ماي هيرو اكاديميا ثاني؟ لا 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 انا قاعد اتكلم عن الاشياء القديمه اللي ما ادري في ماجالو بوكس ما تعتبره ولا لا. اي هذا اشتروجو اشتروجو بس مسوينا فيوتشر مسوينا فيوتشر اي جي 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 كيتارو هذا شيء نازل اي بايل صاير كنا في نورث ستار لا ذاك صوت النوكن في جي 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 هذا شيء نزل ابيض واسود على على مرور 50 سنه الشبح ايوه اسمه جي 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 نوكتارو هذا صارت لنا نحله ما شلون شيء لازم شو يسمونه على مرور 50 سنه الحين منزلين له والله صح 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 50 سنه بس كبر عدول كيوتي هاني والله ما ادري احتمال هالشهر لوبن عاد عاد كيوتي هاني يقول جاي مسوي ولا شيء خرابيط شراني لوبن لوبان مره ثانيه بعد يلا زحله تكمله مو هذه المشكله انا توني خلصت دراجون بول والحين بطلع كيوتي ماجد مو ريبوت تكمله جاي تكمله كبر يعني شلون تكمله ولا مو شايف يعني مشكلتك روح شوفه جيت تعرف اللي قاعد اطالع سيزون 1 1964 من شيء شيء سيزون 2 2018 لا لا سيزون 2 سيزون 2 ما ادري شنو 80 سيزون 3 ما شنو 1091 ما شيء 90 شيء سيزون 4 2005 صدق في منها كثر اي بعد سيزون 5 2018 من العاجل للحين من اللي بتذكر بالضبط لا بس فرضا عندك اوساماتسو-سان ما ادري شايفه ولا لا ايه اوساماتسو-سان هذا هم انمي قديم ابيض واسود كنا كان طق الدرايب رسمه شوي صح قريب بس انه انميشن عبط حطوا شيء كنا تكمله بس عبط ومسخره يعني هم ضرب هذا وايد قبل سنه والحين سوى السيزون الثاني هالسنه انا توني خلصت هذا دراجون بول سوبر والله الحلقه الاخيره إيه لا تحجون اه صح بعد في اف ال سي ال وفول ميتال بانيك بعد بردون فريكوري فول ميتال بعد بردون يكملون ولا بانيك تكملت تكمله حتى اف ال سي ال تكمله صدق والله هذا كل شهر شهر طبعا ثلاث اربع ما راح اشوف ذات واز يور انمي ابديت اوف ابريل 2018 ايش رايكم بالدش بالجيمنج ابديت يلا يلا لاني انا ما عندي ولا شيء جيمنج ابديت دش بالابريل فول ابديت ابريل فول لعبت ايش كثر العاب طشرت طشرتهم ما راح اقول لكم بس راح اقول لكم شنو لا خرابيط الشركات اه ما هو انا ما دشيت النت مثل ما قال علي طبعا اليوم النت شيء ما دشيت اصلا لا تشوف اليوم انا يعني لعبت بعض الالعاب ماكو ولا منهم ولا شيء منهم جديد غير يمكن تجربتي بلعب الباتل رويال يمكن فورتنايت لعبتها على الاي او اس ولعبتها طبعا على البي سي ببجي رديت سويت لها انستول على البي سي عشان على قولتهم العب واحده وبعدين العب اطفيها والعب الثانيه على طول اشوف يعني الفرق بينهم عرفت شلون وطبعا الثنتين لعبتهم باي او اس ببجي وفورتنايت اللي الببجي بعد نزلوها بالضبط تقريبا يعني مع بعض ببجي علشان تنزلها ما مو لازم تاخذ انفايت او شيء تنزلها دايركت اتوقع نزلوها بسرعه الموبايل فرق بوقت قصير عن فورتنايت عشان نزلت قبل بالصين اللي فورتنايت ما يبونهم ياكلون السوق الموبايل كله هي نزلت قبل بالصين عرفت على اندرويد الحين نزلوها على اي او اس بسرعه عشان تلعب فورتنايت لازم تقدم وتنطر انفايت او احد يعطيك انفايت انا في احد بتويتر صراحه انا كتبت كذي يعني ناطر كود فجأة طلعت لوحدة من حيث لا أعلم تقول تبي كود لا إذا قاعد على شبك ما تبين أعطيني ما أقول لا والله ما قصرت أعطتني إياه حطيتها بالأبيك أكاونت مالي ودشيت ألعب إنزين لو أنا ما بيد أسولف عن الفروقات بين فورتنايت وببجي لأن أتوقع وايد ناس يدرون إنزين بس بتكلم عن تجربتي أي تحكي عن تجربتك إحنا نعرف اللعبتين أنا شخصيا مبدئيا حب تجربتي مع فورتنايت اكثر من ببجي بشكل عام لاسباب مختلفه منها ان الارت ستايل شكله احلى اللعبه شكلها اكشخ كنترولز بالنسبه لي اسلس وين بفورتنايت اي وين بقصدك بالموبايل فيرجن ولا البي سي فيرجن راح يجيك الحكي انا احب بالبي سي اكثر احب فورتنايت اكثر بالموبايل وهذا اللي استغربت منه
ببجي كنترولها احسن من فورتنايت. اه اوكي. بس اكتشفت بعدين ان ببجي من ال 100 لاعبين، ال 100 لاعب اللي موجودين بالخريطه عادي وايد منهم يكونون اي اي. لحظه شنو؟ يعني انا من اول محاوله جبت مركز 12 ايزي. يا عادي تصير، هذا تصير مو انه شيء. ذبحت ناس طبعا، جبت مركز 12 وانا ذابح سبعه. منو يذبح سبعه؟ يعني منو من اول محاوله يذبح سبعه وعلى توتش؟ عرفت يعني بيجنرز لك. اي فانا قلت يمكن بيجنرز لك، قلت انا يمكن شنصت وياي ذبحت سبعه وصرت حدي جونجر وبتاش كنترولز. مع انك التاش كنترولز ببجي على الموبايل احسن من فورتنايت بوجهه نظري يعني. زين حتى اللي ضحك انه تشتغل احسن من يمكن الاكس بوكس فيرجن. زين بس انه شنو لما قلت لكم ذبحت سبعه وجبت مركز 12 I wasn't trying. عرفت يعني ما كنت قاعد احاول افوز، هدفي مكان لوك، هدفي كان بس اني اجرب اللعبه. عرفت اكتشفت بعدين من تجارب الناس وكذي انه لا في اي اي وايد، وفعلا انا اوكي استوعبت الحين. اي والله كان في ناس اوقف قدامهم يلحقوني ما يرموني. انزين يمكن يرميني مره بالغلط واوقف ارش طشره عادي ما ولا كنا. اوكي الحين معقوله قاعد افكر فيه، اوكي معقوله ممكن انا ذبحت اي اي وايد. عرفت شلون؟ لحظه شلون يحطون اي اي؟ المفروض انه ممكن يسوون الحركه هذه على اساس يستانسون الكاجوالز. بالضبط انا اعتقد انه عشان اول تجربه، يقول اول تجربه او اول كم تجربه من ببجي. لحظه انت قلت لببجي انه اي واحد يقدر ينزل؟ اي بدون ما يضغط كود ولا شيء؟ اقعد تلقى هذا ياهل قاعد يتمشى ما يدري ابوه معطيك شيء. لا 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 انا اعتقد هم الحركه هذه مسوينها علشان علشان ما يخلونك تزهق من اول كم محاوله حقك باللعبه. عرفت يبونك يحسونك انت تقايش وبعدين الماتش ميكينج الحقيقي يبدا اللي يقطك مع كلهم لاعبين. ما ادري انا صحه هالكلام. عرفت يعني انا اعتقد يمكن مع عدول يعني برايي اتوقع دائما اي اي على اساس فلتي كاجوالز يستانسون. عاد هو ايش كثر منهم اي اي؟ ايش كثر منهم لاعبين؟ ايش كثر منهم اي؟ هو بالاخير 100 شخصيه موجوده على الخريطه، كم منهم اي اي؟ كم منهم لاعب صجي؟ ما ادري. بيستانس مو فارقه، الله شوف انا ليت يطق له اثنين ثلاثه بتصدق. بس مو ناس اذا كانت وايد سهله. يعني بالنسبه لك. ما ادري. بس فورتنايت اخلصك، فورتنايت على الاي او اس ولا على الكمبيوتر ما قايش. لان الصدق لازم تعرف تبني بهاللعبه. ما تعرف تبني او ما تستخدم فكره البناء انت باقي. مثلا انا قدرت اوصل مثلا المركز يو ونت تو شير ذا باز. اي اوكي شوف اهم شيء تعرف تسوي درجه بسرعه حبيبي. زين سالفه ان تبني شو اسمه سالفه ان تبني المكان تحمي نفسك وانت مثلا باقي 10 ولا 13 شخص بالخريطه، اذا انت ما تعرف تبني هذول كلهم راح ياكلونك اكال. زين اهم شيء تعرف شلون تبني دري بسرعه، هذا اهم شيء. هذا اللي انا قاعد احاول اعلم نفسي عليه، اني اسوي طوفتين ودري. عرفت شلون؟ هذا اسرع شيء، يا تحاوط نفسك تحط دري او انك تسوي طوفتين ودري على اساس انه فورتنايت اللي فهمته انه ادفانتج وايد كبير تصير عندك انت اذا كنت مرتفع. بالضبط. فشنو؟ فاحاول اعلم نفسي اني اسوي طوفتين ودري على اساس انه هذا. بس في ناس يسوون دري ستيرويت وهيفن. عرفت اللي من غير عمود وغير شيء، بس دري 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 دري. ما هذا هذا ايه؟ انا هذا اللي قاعد اقول لك، تعرف شلون تسوي؟ لا للحين ما جربت. عرفت فتخيل هذا لازم تسوي بعد بالاي او اس فيرجن. التحكم اوكي ميك سنس، بس انه يبي له تعود، يبي له تضبيط. احس للحين مو احسن تحكم. اللي ارتحت له اكثر كالتاتش كنترولز ببجي. زين عندك شو اسمه؟ عندك الحين هذا مالت السويتش الاركيد. مبسوط على لا نسخة الاي او اس مال فورتنايت للحين مو سبورتد البلوتوث كنترولرز. اي لعبة هذه؟ فورتنايت الاي او اس ما فيها سبورت بلوتوث كنترولرز. مو بلوتوث واير، ما فيها سبورت حق كنترولر خير شر. عرفت للحين. عرفت في ناس ببجي على الموبايل قاعدين يشبكون ماوس وكيبورد وحياة سعيدة. طبعا طشرون الكل، هذا اللي حاط ايميليتر بلو ستاكس ولا اللي هذا يعني ميليتر كمبيوتر حق اندرويد ونزل ببجي ودش وما حط بالناس. مثلا انا ما جست ولا واحد فيهم، بس على البلاي ستيشن والاكس بوكس بغيت تلعب فورتنايت ايه؟ لازم تحط الابيك اكاونت ولا عادي تلعب؟ لا تحط، لازم تسوي ابيك اكاونت. زين بس انت مجرد انك تسوي ابيك اكاونت تقدر تشبك بنفس الابيك اكاونت هذا على اي فيرجن من اللعبه. عرفت شلون يعني؟ اي او اس بي سي. بس شوي شغله مليقه، انا فرضا ايام بلاي ستيشن 3 عندك مثل جير رابع اللي هو الكونامي اي دي. لا 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 هذه ايامها وكونامي اي دي كان يعني كان تعيس، كان صدق تعيس ايامها. بس
ابيك اكاونت الفايده منه ان حتى على الكمبيوتر راح تستفيد منه والبروجرس مالك ينتقل، عرفت؟ يعني انا الحين لو ادخل على الاكاونت مالي بالش اسمه بالتليفون بنسخه التليفون يعني شخصيتي بالانلوكس ملوتي بالبروفايل بالفرند ليست كله 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 ينتقل معي، فهذه ميزه وايد حلوه. حتى لو بغيت العب كروس بلاي مثلا، وهذا الشيء انا ما جربته امانه بس اشوف ناس وايد جربوها، واحد قاعد يلعب مع ولده يعني هو كان قاعد يلعب مثلا على الاكس بوكس، زوجته على البي سي، ولدهم على الايفون، يلعبون كلهم مع بعض بارتي نايس داشين نفس الجيم right. عرفت شلون؟ فشعورهم بالنسبه لهم كان واو هذا This is the future. عرفت؟ صدق ترى شيء قوي ترى. وايد حلو. حتى لو تخسرون مو مشكلة. مو مشكلة. أهم شيء إن أنت دشيتوا بارت مع بعض. كل واحد على الجهاز اللي رايحه واللي موجود متوفر عنده ولعب استانس، عرفت؟ فتجربة الباتل رويال هذه كانت وايد إنترستينج بالنسبة لي. ما توقعت إن على الموبا راح تعجبني ببجي أكثر من فورتنايت من ناحية التحكم. وقدرت قدرت أشوف الحين الفرق بين فورتنايت وببجي ان صج هم تجارب غير عن بعض الى حد ما، مع ان نفس الفكره نفس المود هو يعتبر، ولكن اوكي اي كان ابريشيت. طبعا انا الحين جربت ببجي بالفيرجن الحالي، ببجي بالفيرجن الحالي والله الفرق عن اخر مره انا لعبتها تعدلت وايد. يعني حتى اضافه وسافه ان تقدر تشقح طوف، تشقح سور، تقدر تدش داخل درايش من يعني تعرف شلون، يعني فيها سوالف تحسنت عن اول، حتى الامور اللي تخلي اللعبه شكلها تشيب الانيميشنز دايخه وما شنو، لا الحين تحسن وايد وايد يعني. أوكي. انا تفاجأت صراحه لما نزلت اخر فيرجن حق ببجي، ف اوكي راح حلو ان تجرب هذه بعدين تلعب هذيك وراها على طول. للحين بالفول اكسبيرينس انا افضل فورتنايت، ولو ان انا سرفايفابيلتي بفورتنايت عندي اقل بوايد من ببجي، يعني تشانسز اني اقرب للفوز ببجي اكبر من فورتنايت، ولكن فورتنايت احس مستمتع فيها اكثر بحكم ان الارت ستايل حلو، التحكم احلى، البيلدينج لحين ايدي مو مخذه عليه، يعني اتذكر البيلدينج على اخر اللعب. انا اقول لك يعني ما لعبت اللعبتين بس انا اشوف هذا اكبر ميزه بفورتنايت، ان انت قاعد تغير المرحله وانت قاعد تلعب. اذا لك مقاقه عرفت، في ناس ما يحبون هالشيء هذا، لان صدق اذا انت باخر اذا انت بالتوب 15 ما تعرف تبني لا تلعب لعب، او يعني لا تفكر تتنافس، لان في ناس البناء عندهم شيء فظيع، يبنون لك فورترس انت والله من وين شلون بنيت هذا كله بسرعه، يبنون بسرعه. فاذا انت شوت جاي شويه هذيله بفهم، حتى لو كان عندك اسلحه اللي هم الرير والابيك ولا ما ادري شنو، خلي الاسلحه هذه روح بيعها بحراي، عرفت شلون؟ واحد عارف يبني ويعرف ينخش منك والله ما تجيب. وبالنسبه حق البي تو وين فيها ما في بي تو وين، هل الالعاب هذه غير ايتم شلون تاخذها تلقاها بالخريطه بالمرحله؟ طبعا فورتنايت في مود هذا يحطوه فتره وشالوا، اظن يردونه بين فتره وفتره، اسمه بليتس. فكرته انه باتل رويال بس على سكيل اصغر، افريقيا لا طبعا افريقيا وسولو وما شنو ودوز وهذا كله موجود زين. بس بليتس شنو فكرته؟ كنا تبي تدش تلعب مود سريع، يقطك داخل خريطه واوريدي الستورم قاعد تصغر، عرفت شلون؟ الدائره قاعد تصغر وكل دقيقتين الدائره تصغر فالماتش يمشي اسرع ويقطون لك ايتمز اكثر، يعني ايتمز الرير تلقاها اسرع او الاسلحه تلقاها اسرع، فيعني تعرف اللي ذبح بعض اسرع يلا اي ذبح خلص بو جيم سريع، عرفت؟ لان الجيم العادي من فورتنايت او ببجي تلعب جيم كامل ممكن 20 دقيقه اتوقع، يعني شيء كذي يعني شوي طويل يعتبر، عرفت؟ بليتس ممكن تطول 10 دقائق شيء كذي، يعني حق موبايل زينه. ف يعني هذا كانت تجربتي على السريع. جربوهم مش خسرانين، يعني ببجي اوكي تشتريها مو غاليه، فورتنايت ببلاش جربوا فورتنايت اول اذا جازت لكم اوكي كملوا عليها، ببجي موجوده حق اللي يبي شيء رياليستيك اكثر. وحاليا خلينا نقول الشعبيه فورتنايت هي ضربة، هي المكتسحه يعني الجو ضربه حيل اغلبيه اليوتيوبرز اللي يسوون كل فيديوهات وهم الحين اكثر ناس عليهم كلهم حول فورتنايت فيها تبي فلوس فورتنايت بالضبط. ف ما ادري يعني جربوهم، انا ما اشوف تخسرون شيء، وتجربتين صدق غير عن بعض. وببجي الحين متحسنه، انا كنت اكره ببجي اول، كنت اكرهها الحين اكرهها بس اقل، عرفت؟ بس اجين انا ما يعني ما بي
اظلمها لان صدق تعطي تجربه غير عن فورتنايت بحكم انها ريالستيك، فيها سيايير، فيها يعني واقعيه واقعيه اكثر. عرفت شلون؟ فهذا بالنسبه حق تجربتي حق العاب الباتل رويال مؤخرا. عدو عندك شيء تبي تسولف عنه؟ اي لعبت هذه اسمها اوكتا هيدرون. هيدرون اوكتا هيدرون. طبعا شكرا حق سكوير انكس وفرونا بكود حق اللعبه. ماركو ما قصر وروبوكيك شكرا خاص لهم يعني، وهم بعد سكوير انكس. عدول انت لعبت على ستيم صح؟ صح. عطنا رايك فيها، هي شلون صايره؟ لان انا اطالع فيديوهات للحين مو فاهم ايش صار. هي لعبه اندي بلاتفورمينج بس فيها عنصر موسيقي كنا صح؟ لا والله معنى انا اشوف كل شيء مع رذم قاعد يصير. لا هذا الفيديو خلينا نقول لا هو اي ولا لا ما شاء الله. يعني الـ الموسيقى مرات هم طبعا الحلو فيها هذا بالنسبه لي يعني من ناحيه الجيم بلاي احلى شيء فيها ان كل مرحله يحطون لك ميكانيك جديد، بازل جديد شلون تلعب. انت كونك شخص طبعا ما تقدر تطق بس تنجز، وعندك حركه طقها تسوي تحتك بلوك تخليك ضاغط على دقمه ممكن البلوك يظل فتره على كثر ما انت تضغط ليه وقت محدد. شنو تخلق بلاتفورم تحتك انت باي لحظه بس لها تايمر. لها تايمر وتمشي يعني اذا مشيت وتضل لحن على الدقمه راح تمشي معك تمشي وياك البلوك بس حدك مثلا ثانيتين او ثلاثه بعد شيء كذي شيء معين. اوكي فهمت زين. طبعا هذا اول بلوك تحصله بس تخلص كل العالم تخلصه يعطونك بلوك جديد تقدر تسوي لهم سويتش. شلون مثل ميجامان لما تغير بالالوار تغير الابيليتي نفس الشيء. فبعدين انا حصلت بلوك يطق طلقه لتحت زين. اول شيء انا ما كنت اقدر اطق. المهم انا الحين قاعد اصبق فكل مره يحطون لك ميكانيك جديد، بازل جديد، طريقه لعب جديد. حتى البلوكس مثلا ولنفرض انت الحين قاعد بهالمرحله عندك بلوكين. طبعا انت ما تقدر تستعمل بلوكات لباكر، لازم استعملت البلوكين لازم تحوش القاع انزين بس او يعني بس تحوش القاع يردون لك البلوكين اساس انك ما تقدر ما تسوي بلوكات تصعد لفوق انفلت. فهني الصعوبه في مراحل يعني مثلا تلقى انا مرحله لعبتها اعطوني بلوكين، المرحله اللي وراها اعطوني 5 بلوكات، مرحله ردوني قالوا لي بلوك واحد. فكل مرحله يعني مسوي لها ديزاين مسوي لها ديزاين معين على اساس تستعمل البلوكات تحل فيها المرحله للغاز. مرحله لعبتها كانت اعطوني 10 بلوكات. انت متخيل يعني ايش كثر لازم اناقز فيها 10 بلوكات كم بدون لا احوش القاع. طبعا هم يقطون كذي انت عارف شيء. المراحل غير انك لازم تخلصها لازم تجمع لازم لازم اللي انا اقول لك ليش تجمع مثل ورد. انا حسب هذا شغله اوبشنال هذه ما هم ما يقولون لك شيء. لما توصل لاخر المرحله لاخر العالم يقول لك والله او تخلص المرحله تلقى فيه اللي وصلك من العالم الاول للعالم الثاني مقفول محطوط عليه مثلا محتاج 180. اوكي عرفت. طبعا هم المراحل اللي بالعالم فوق ال 180 على اساس اذا مثلا بوشت كم واحده. بس شلون نظام مثلا ماريو انه يجمع النجوم ولا يجمع السيسم مو شرط تجمعهم كلهم عشان مو شرط تجمعهم كلهم على اساس بالضبط. وفي عملتين في هذا الورد وفي مثلثات. المثلثات هم نفس الشيء اذا جمعتها المثلثات فيهم يعني الورد شوي اسهل المثلثات فيهم شويه تشالنج لانه يكونوا مخشوشين مرات يكون مثلا في دار مدارهم وحوش انه يعني المثلث لازم اول ما تحوشه تنطر ثانيتين ثلاث ثواني من غير لا تنطق اساس تاخذه ينحسب لك. اتوقع ان سلست نفس الشيء حق الفراوله. فراوله لازم تحوش الارض شيء شيء لازم توقف على الارض مكان ستيبل يلا ياخذ الفراوله. هذا تقريبا نفس الشيء يعني
مو شرط تحوش القاع بس يبيلك ثلاث ثواني انك ماكو شيء يطقك. وتلقى يعني مثلا بالمرحله يكون طبعا هي المرحله دائما راح ليتات راح تشب مع الموسيقى. فتلقى في مكان مو قاعد يشب مع الموسيقى اذا رحت لقيت مثلا يكون هدني تبطل. اوكي اوكي فهمت. يعني في اليمنت فيجوال كيو شيء بالبصر تصيده يبطلك مثلا تكتشف فيه شيء سري. اي فصايره خلط بين يعني خلينا نقول بلاتفورمينج على بازل على انك تيم. لحد الحين ما شفت فيها بوسات. يعني انا واصل مرحله العالم بس بخلص العالم الثالث. وهي اللعبه سريعه. عنصر الموسيقى اللي قاعد اتكلم عنه هذا مو لك, هذا حق الوحوش. مو حتى الوحوش, يكون نوع من انواع الوحوش حتى مو كلهم. يعني في اشياء لا تمشي عادي. في مثلا خلينا نفرض شيء يطلق طلقات. طلقات هذه مع الموسيقى, عرفت. في بلاتفورم مثلا مربع تناقز عليه المربعات, يعني المربعات عليهم هذول كهرباء يمشون, هو مربع فالكهرباء تمشي يمين تحت يسار فوق يمين تحت. هذه هم مع دقات الموسيقى. وين نكرو دانسر تي شلون الوحوش ماشي على الردم؟ لا نكرو دانسر وايد اكثر. لاحظت فيها شغله, الليتات اللي تتغير بالمرحله هذه اللي على البيت, هذه على البيت طبعا. بس بعدين لما توصل راح تلقى ان مثلا طلقات تصير على بيت. الكهرباء الليزر في افكتات, يعني افكتات معينه افكت. بالضبط. فموسيقاتها تونس حلوه موسيقاتها, بس مو الموسيقات اللي يكون مو ريترو كلش. مو لا لا الكتريك. ايه الكترونيك. اوكي ايه حق اللي يحب هالنوع. حق اللي يحب هالنوع. انا مؤخرا ممزج على هالاشياء هذه. فساوند تراك شويه تراك حلو. يعني في تراك تراكين حلوين, بس تراك يعني ستايل الكتريك هذا اوكي مو اي واحد. بالضبط. مو لي يعني افضل تراكات ثانيه او يعني تراكات نك ما ادري ايش اقول لك. خليني على تراكات الحين. انا قاعد الاحظ مراحل وايد قصيره. لا لا هذا اللي انت قاعد تشوفه هذا مثل ما تقول توتوريال. اوكي بس يعني المرحله اللي تتلعبها مرحله بلاتفورمينج كامله يعني. ايه لا طويله المرحله والديزاينات حلوه. انا ما حسيت بتكرار او ملل ابدا. الميكانيك والديزاينات يعني انا الحين بالعالم الثالث ما كان في ولا مرحله تكررت. ولا ميكانيك تكرر. حلو والله. معناته يعني او ما بقول ميكانيك لا, مرات انه في مراحل يحطون لك مثلا خلينا نفرض انه في بايب تقدر اذا استعملت البلاتفورم على البايب تدخل مع تدخل البايب مع البلاتفورم تطلع الصوت الثاني. هذا تلقاه مثلا مقطوط بعالم بعيد, بس تلقاه انه مثلا معاه ميكانيك مال العالم الجديد. لا ابد كلش ما كان متكرر. مع انه صدق اول شيء اللعبه اعطتنا انطباع انها ممله هي بداية. انا بالضبط انا اول عالم مليت منه وايد. وايد مليت منه. العالم الثاني لا كان عندي احسن. يعني شويه اللعبه تتحسن بعدين. كل ما اللعبه تصير فيها شغلات ادفانسد اكثر, كل ما يضيفون ميكانيك جديد, كل ما اللعبه تصير انترستينج اكثر. يمكن اول مراحلها تكون لانها تعليميه لحد ما, فممكن ما فيها تشالنج او ما فيها افكار انترستينج. بالضبط. او الميكانيك الجديد اللي يعطونك اياه بيشو دائما ان خلينا نفرض اول مرحله شو يسمونه اول مرحله يحطون لك ان ونفرض ان في ميكانيك نقازيه يحطونك اياه اول مرحله على اساس تفهم ترى هذه نقازيه, يعني اساس يعودونك انه ترى اذا شفت هالشيء هذا ترسم له على اساس تنجز. اوكي عرفت. فانت اللعبه ما فيها ولا تكست ولا شيء ما يقول لك ولا شيء. لازم تتعلم شيء تجربه. اي لان تلقى انه مثلا انا قاعد العب زين هالبلاتفورم اقدر انجز عليه ولا ما اقدر انجز عليه, شكله مو مضبوط.
عرفت هذا يعورني ولا ما يعورني ما ادري. بس غريبه الحين هذه سكوير انكس لا هذه استوديو اندي بس الببلشر شخص واحد اذا ماني غلطان مسوي لعبه اذا ماني غلطان بس انه ببلش اي ببلش باي سكوير انكس عن طريق اللي هو البروجرام اللي مسوينه انه يسوون حق الانديز اللي مسوين العاب صغيره عرفت شلون اذا ماني غلطان اول لعبه اسمع فيها انها بتنزل منهم نعم نزلوا مشروع من قبل اي بس نسيت يعني ناسي شنو هي مو فل برايس شنو انا ماني غلطان قصدك انجل 60 دولار لا 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 وايد اقل ايوه حده وايد اقل كم هي كانت الحين اشوف لك على كل يعني ما اعتقد انها حق الكل واذا حسيت ان هذه اللعبه لك لا تستعجل عليها اول عالم ممل انا مليت من اول عالم بس اللعبه تقول تتحسن بعدين تتحسن اذا هذا النوع من الالعاب لك 13 دولار موجوده على المايكروسوفت ستور على الستيم بلاي ستيشن ستور بلاي ستيشن نتورك اي يعني هذا اللي ماكو سويتش حسب علمي بس مو مترويد فيني هذه هذا لا 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 بلاتفورمينج يبدو انه بلاتفورمينج يعني بس والله بصراحه كلامك عنها يعني ما توقعت ان هي يطلع منها كذي يعني هي زوينه يعني مو اللي تسوى سعرها مبدئيا نقول 13 دولار اي تاخذ منها جرعه حلوه من البلاتفورمينج يعني مع افكار غريبه اذا انت تحب هالنوع من الالعاب اذا ما تحب يعني ما تحب البلاتفورمينج هذا مو لك نهائيا اذا ما تحب البلاتفورمينج اللي خلينا نقول بلاتفورمينج حتى مو بلاتفورمينج ما نقول بلاتفورمينج ماريو هنقول لا غير كلش افكار غريبه يعني انا البلاتفورمينج فيها لغز مو سكيل الاثنين والله لا احس له قدام ادفانس اوكي ممكن السكيل يلعب دور بس البازل اكثر بالضبط. عمل البازل يكون اكثر من البلاتفورمينج كسكيل يعني مو كوكامولي من ناحيه شلون تسوي الشوريوكن عشان طبره لفوق لا لا داش قدام الامور هذه يعني. لا لا غير اني اصدق احسها وايد تذكرني برز ما ادري ليش من الألعاب اللي فيها الأرتستيك شوي وليتات وأشكال وأشكال يعني هندسية ما شلون ذكرني برز عموما هذا كانت فقرتنا حق أوكتا هيدرون عجبت عدول أو يعني يبدو إنه استانس عليها زوينة يعني والحلو فيها إن خلنا نفرض إن لك عندك 10 دقائق تبي تلعب تقدر توصل لك 3 مراحل حلو تايم كيلر ممتع يعني ما تطول يمكن بتضيع وقت بس على اللود مال ستيم وتطق ستارت هذا يمكن ضاعت وقت مرحله عموما شكرا حق سكوير انكس لتوفيرهم لنا ريفيو كود موجوده على ستيم موجوده على بلاي ستيشن نتورك موجوده على اكس بوكس لايف 13 دولار 12.99 يعني حق اللي حاب يجرب اللعبه حلو على الوه لعب شيء مؤخرا خلينا نقول ما تيكن 7 تو نازل نقطه اي انا ما جربت نوكتس انطقيت منه ايوه للحين ما جربته يغث انت لا جربت لعبت فيه لعبت شوي بس باريت اكثر من هذا اي واحد من الشباب كان يلعب وياه بس اول شيء هو يونس كشخصيه وايد يونس اولا انا اشوف هذا الشيء اللي استغربت منه صراحه هو تكن كاركتر اكثر من ما هو اكوما صح وقيس اكوما وقيس كانوا تحكمهم كانهم 2D كاركترز خاصه يعني عندهم نطه 2D وعندهم يعني جايبين من العابهم هو عنده نطه بس اكثر شيء يفرق عنهم انه ما عنده بار تحت حق الحركات اي ما عنده بار حق الحركات بس احس الموفمنت ماله والتحكم ماله تكن اكثر من الباجي هم اي يعني انه احس هم لحد ما مفكرين باللي يلعبون فاينل فانتسي وهم مسويين الشخصيه فما أيه. تشوف في كوماندز وايد أيه. تشوف حركات اغلبها زاويه لقدام شنو ورا قدام حتى لو تشوف لعبه لو تلاحظ لعبه الترانزيشنز ملوته اسهل يعني على سبيل المثال انت لما ولنفرض تلعب شخصيه تكن ترفع اللاعب رفعت اللاعب طقه طقتين عقب ما طقه طقتين تسوي له طقه انه يفطر ايه عقب ما تسوي له اللي يفطر تسوي له فينيشر ف لو تمسك نوكتس وتشوف مثلا
سويت له اللونشر طقيت مثلا طقتين او مثلا خلينا نفرض ان سويت له اللونشر انزين يدش ما نقايل الستانس بس يدش بوضعيه انه تقدر تطق طقتين اسهل. طقيت الطقتين تلقاه عقب الطقتين يكون مشندس حركه تبي تسوي حركه وايل ستاندنج او فطلع اسمع دقمتين سوى حركه الفره يعني مو محتاج انك تشندس بس خلاص هو اوريدي مشندس خالص يعني مسهلين الترانزيشن ماله من حركه لحركه سهل تحس ان رابطين حركات مع بعض على اساس ان وايد سهل انك وايد سهل انك ترعص مربع لا بس الصراحه اتقنوا الموف ليست ماله خلوه يستعمل حركات وايد من اني اسلحه وايد من لعبته اللي هي من هاني غلطان كل الاسلحه الموجوده انا شفت كان عنده دول سورد اي عنده دول سوردز عنده الاكس عنده يطلع بالسوبر عنده الجريت سورد وعنده السورد العادي الورب سترايكس بالجريت بالجريت سورد الورب سترايك والسمول سورد والسبيرز يعقوب عنده بس مسدس ممكن ما استعمله انا اقول لك اللي بتشبدي انا العب اسكا حلو ما تقدر تسوي له اي كاونتر اي بيري وكاونتر هو سهل ايش حالاته هو كاونتر سهل كاونتر وايد سهل بس إيه؟ هو ثلاث اربع حركات السيوف واسلحه ما تقدر تسوي كاونتر صدق اي ما تقدر تسوي قوله اي لا وزيدك من الشعر هذا كاونتر بيك حق اسكا اي لا مو بس تقدر تسوي كاونتر لانه سلاح يا شمتش ما تقدر تسوي له كاونتر لا انا قبل كل حسباني انا كنت اقدر اسوي بس الحين انا اقول لك يا باري صاحبي ما قدرت حتى اللو بيري ما تصير معنا غريبة اللو بيري يا شفيها مرة مرتين أنا شوف مو متأكد بس يعني من تجربتي ما صارت أنا شوف أنا عليوي قاعد يلعب بنوكتس الحين وايد وايد مستأنس عليه فقاعد أباري أنا ما جربت ألعب نوكتس الحين بس مبين إنه أوكي هو سهل تلعب فيه وعنده تكملات وايد نفس ما قال عدول طقت الوارب سترايك شنو ساتسفاينج لما يكفخ فيك خاصة هاي ريج درايف بس تقريبا ما ادري يعني احس وايد من حركاته بونشبل وايد من حركاته يخدر وراها خدرات شوف يعني هو الرفعات مالته اي بس شنو المشكلة وايد من حركاته حتى التشينز مالته يخدر خدر ما اتوقع انا اقول لك خاصة اسكا لان اسكا ما عندها 14 فريم بونشر اي الله يسلمك وايد تتعب وياه. أن شو أقول لك أن ألبوم أقول لك إنه ما تقدر يعني وايد أن نيم الدافع ما تقدر ترد عليه وايد حركات خاصة عنده هذه الورب سترايك الوايد سريعة. ورب سترايك مثل التلبورت يعني جدا سرعة. قطة سيف وهي عندك. إيه. وسيف أنه ما تقدر تسوي له بأن شيء حتى لو تصده. فأقول لك يعني يغث. إذا باريته وايد يغض خاصة إن نحن مو متعودين عليه بس أحس هم يعني تعرف كشخصية جديدة عقب كم أسبوع يمكن يسوي لها نيرف ما أدري بس هاي اللي أحس لأنه وايد قوي وايد وايد قوي بس هم وايد يونس يعني وإيزي تيوز حق واحد مو لاعب تكن بس يحب ما هذا ما أحس شو حاطين ببالهم من الفانز مات فاينل ما له شغل قبل فايت فاذا دش ما راح تتعقد ان شلون اكمل الحركات ورا بعض فاقول لك في وايد حركات يعني كومبوات بسيطه حلو تمام اي غير شيء انت ما عندك شيء شوف على الامانه لان الاسبوع هذا اللي طاف يعني لو نتحكي من قبل اسبوعين اسبوع انشغلت اسبوع سافرت اذا بجرب شيء بقول ان جرب شيء جديد اخيرا جربت الفايف حلو بس كانت تجربة سريعة كنت هني لاني بسفرتي كنت ناطر موعد الفيلم انه يبلش فتعرف قاعد اتمشى بمكان الانتظار حق السينما مكان تشتري بوب كورن كذي فايف مركبين بوث شي قاعد طالع شايفكم هني بالضبط بس اوكي يلا ماركتينج يبي يحطوا مكان تدري في عوائل وشباب وكذي فممكن انه شيء يشدهم فأنا جيت لشيء أقول بقي ربع ساعة خليني أشوف يمكن عندهم شيء لأن الفايف بنفسه كجهاز أنا ما جربته أشوفه بس ما صارت الفرصة إني أجربه بنفسي كان إلى السيت اب اللي هم مسوينه بس تو سنسرز أنا توقعت إن كان مفروض أكثر أنا حسب لي أول شيء لازم أربعة لا أصلاً يعني الحين
بينزل البرو البرو يستقبل أربعة، القديم ما تقدر تسوي أربعة. أنا حسبان من الأساس هو كله أربعة. إيه لا هو قبل هذا تو لايت هاوسز ما تقدر تزيدهم، فمن المشاكل اللي كانت موجودة. الحين زادوا حق البرو تقدر أب تو فور. فالتراكينج يعني يصير أضبط يعني؟ أضبط لأن قبل يكون عندك إكلوجن اللي هو أن ساعات مهما يكون إذا عندك سنسرين ممكن أن تكون بوضعية ما يشوفون هذا. حلو. ما يشوفون يعني فرض التراك خاصة إيدك وهذا ممكن تتغطى، فإذا حطوا أربعة راح يكون أوكي. فقلت أوكي كان أسأل قلت له أنا عندي فيلم بعد ربع ساعة راح بلش يمدينا نقدمه، شو أقول لي طالع شيء شو أقول لي إيه يعني هذا إذا ظليت عايش يعني. أستغرب شنو حاطينا بالضبط يعني. الديمو ما شفت له اسم، عطوا شيء شفت نفسي انا بالفضاء. زين كان يقول لي امسك هذا بيدك اليمين، مسكته كان يعطيني الثانيه. عرفت الموف مالت الفايف شو يسمونه هم موشن كنترول. اوكي موشن كنترول اوكي ما له اسم وما شرح لي شيء. شيء قطني في النص بس نزل السماعات وقطني كذي احس شيء تعرف اللي ما له خلق. انت لابس لبس هذا مال الاسترو الصدق ما طلعت تحت ما ادري شنو لبسي يعني صراحه. بس كانت وايرد ولا لا؟ الظاهر كانت وايرد يعني كان لا انا تحس حسيت انه في واير بس ما له ما له ثقل يعني ما اذاني وانا قاعد استعمل ما علق شيء على خصرك ولا شيء. لا 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 وايرد اوكي انزين ولا شوف ولا اهم الظاهر حرب شلون ستار وورز بس هم لابسين اقنعه شلون الوايت التروبرز يركضون من كل صف في بعضهم يطقوني ملي وفي بعضهم يوقفون من رينج ويطقوني رينج وانا بس واقف مكاني بس ارمي فيهم واستلمت بعد انا. لا اللعبه سهله خلص طاقاتك بس طق مره واحده وهو يسوي رولود. انا وش اقول لحظه ما علمني شلون اسوي رولود يمكن اشر تحت وارمي وكذي اخشي خلص طق مره ثانيه وهو راح يسوي رولود بس اللهم راح تعطل ثانيتين على ما يسوي رولود يعني فعادي ارمي بالثانيه على ما هذا يسوي رولود عرفت شلون؟ اول ويف ثاني ويف ثالث ويف قمت خلاص قمت خلاص دانتي 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 صرت ايه دانتي جاك بوت زين خلص الويف الثالث الويف الرابع كان شنو خلص الديمو رفع هذا شيء احسه تنه الموظف يقول لي انت جيمر قلت له ايش يقول مبين قاعد طالع لعب قاعد اقول هذا شايب بس يعرف يلعب كان ازعل قلت والله شنو شايب شكلك هذا شايب وهو قال لي يا قال لي يعني شكلك كلش ما يوحي يعني انك كبير بالعمر كذي كان طالع قلت اوكي شكرا كان اخذ اغراضي واروح ادش الفيلم وانا زعلان هو مدحه شمس فيه بنفس الوقت عرفت هاكل طق انت تعب تلعب بس يعني مو حق عمرك السؤال قول له لا تحكم على الكتاب من غلافه. نعم برافو. نعم نعم نعم. لا تحكم. مصدق هني أنا حسين. كانت تجربة زينة. توقعت والله الرسم اللي يعني الشاشة اللي راح أشوفها وأنا لابس فايف توقعت وايد راح يكون أحسن من البلاي ستيشن في آر. بس لا ما حسيت بذاك الفرق. انا مره ثانيه بعد اعيد واقول يمكن أنا من الناس اللي ما لاحظ الشغلات يمكن وايد. الديمو اللي حطوه مو يعني مو مضبط كرزولوشن يمكن بعد احتمال يعني احتمال حاطين على اللو سيتنجز وقاعد تلعب مع ان هذا فكره صراحه مو ذكيه يعني اذا مسوينها اغلبيه يعني المينستريم اغلبيه المينستريم ذي يعني ما راح يفرقون امانه. شلون كان الوقت ويا النظاره صح مقارنة بالبلاي ستيشن في ار هي اريح ما اقدر اقول لك فتره قصيره اقول لك ما طولت طا 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 ما حسيت الاديتك بطريقه معينه او يعني كانت مريحه يعني كانت مريحه وهو المشكله الفايف اول ما نزلت الاستراب ما راح ياتي اول شيء ما تقدر نظاره او يعني لازم تغلس النظاره وش اقول لك ان او تسوي ليزك يعني يمكن بس اقول لك ان استراب فتعرف الحيل حيل لازم يضغط على وجهك ووزنها اكثر من الاوكولس فتحس فيها شيء بعدين نزلها يعني نفس سفنجه لا اي هذا يتغير حتى الاستراب كله هذا صار شوي على بلاستيك على هذا
وزع الوزن اكثر يلبس على الراس من فوق يعني فيها بقى استراب من فوق يعني فاتوقع الوزن يتوزع من فوق الراس بعد فاقول لك الاستراب الثاني اللي نزلوه بروحه هذا هي نفسها اللي في لها سماعات على جنب تنزل ايوه هذا اللي انا لبسوني أيوة. هذا مريح هذا الفيجن الايدد هذا اي نزلوه ريفيجن ريفيجن بس حق الاستراب والحين شو يسمونه البرو تقريبا نفس الشيء بيكون نفس الريفيجن انا الحين عندي بروجكت ابي يعني ناوي ان ادخل فيه اللي هو ان اشغل بلاي ستيشن في ار على ستيم وفي الحين رابر ترينيوس في ار شنو اسمه تقدر تجربه كديمو او تشتريه عشان يبطل لك اوبشنز زياده فابي اجرب اشوف لوين اقدر اوصل فيه لان سمعت يعني في طراطيش ان ريزنت ايفل 7 راح ينزل الفي ار مود على الستيم فيرجن فقلت يعني استغل سافه ان ممكن تحسن الرسم على البي سي اكثر من البلاي ستيشن فتستفيد من الملتي سامبلينج علشان تسوي شارب حق الصوره اكثر فيمكن يكون مظهرها اصفى بالستيم فيرجن عن مقارنه حق البلاي ستيشن ما انا بجرب على اساس لما تنزل اوكي انا جاهز عموما اللعبه الصراحه تستاهل اي بس انه يقولون ان الرابر هذا البرنامج هذا يشغل البلاي ستيشن في ار على البي سي بشكل حلو يعني تقدر تلعب العاب ستيم عليه او العاب اوكيلس وفايف ما ادري بس انه ابي اخذ التجربه هذه اوكيلس مو متاكد بس فايف اكيد اي فانا باخذ التجربه هذه الحين كمشروع بشوف وين اقدر اوصل فيه يعني بس يبي له شويه اتفرغ له ابي اتكلم عن طبعا مش ما عندك شيء ثاني بتضيفه لا هاي التجربه الوحيده اللي سويتها ايوه انزين عسري 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 انا تكلمت عن فاينل فانتسي 15 البي سي أيه. تكلمت بس الحين انا طورت كمبيوتري فقلت يلا بعد خطوه اضافيه ما تزول يعني شوف شنو في بالسوق بطلت برنامج من البرامج الطيبه اللي فيها المزادات فورسيل زين قلت خل اشوف شنو في بين فتره انا ادش فورسيل اشوف شنو في يعني اذا في شيء يسوى ما اكو شيء يسوى بين فتره ورتر الاقي في اكو HTC Vive ما HTC Vive ناس يعرضونه باسعار انا اشوفه بصراحه مو يعني ارخص سعر لقيته ب 150 which is still يعني اعتبره تو ماتش حق فايف مستعمل يعني المهم جديد ب 600 ثمانية غلطان الحين $600 اي ف اشوفه مع الكنترولرز بعد فاحس انه المهم قاعد اطول اشوف في واحد عارض 1080 Ti للبيع بسعر هو يبي في 300 كان زين طبعا مع سعر الحين الجديد تاخذ 370 زين فتعرف اللي اوكي كان ادز له كلمه بالواتساب زين انا عندي كرت ابي ابيعه اذا قدرت ابيعه راح اخذ عشان يقول شنو الكرت اللي عندك قلت له عندي 1080 عادي انا خاطري تي اي يعني كان يقول لي اوكي انا اخذه منك وفرقيه والله اتفقنا على الفرقيه كان اعطاني فرقيه حدها يعني اوكي يعني تعتبر معقوله لحد ما زين وتراقيت معه وصار الاكسشينج وركبت ركبته بالهذا المشكله انه اللي خذيته منه الفيرجن مال اسوس ستريكس ف اعرض من او اطول من ال 1080 اللي كان عندي مال ام اس اي فاضطريت اشيل هارد ديسك بي كامل من الكيس علشان اركب عليه الكرت الشاشه الوحش هذا زين بس صدق يفرق يعني في العاب الحين اقدر العبهم 4K 60 نايس اي يفرق انا توقعت انا الصراحه تفاجأت بالبرفورمانس زين يعني في العاب ما فرقت وايد بس اقدر العب ويتشر لو اطفي هير ووركس اقدر العب 4K 60 لا ما اطفي هير ووركس اشغل هير ووركس بس على هو لو. هو اي في اكل تايمز 2 تايمز 4 تايمز 8 تايمز 16 اي ثينك انزين انا حطه تايمز 2 اللعبه 4K 60 انزين خس الشعر اللي يخلي الشعر شو اسمه حتى ترى رايز اوف ذا توم رايدر شغل هير ووركس يتعب الجهاز او يعني مو يتعب يعني يطيح له ممكن يوصل 60 بعض السينز ممكن موست اوف ذا تايم بالاربعينات طفي هير ووركس يمكن 200 فريم على 4K زين بس أغلبية الألعاب إذا مو كلهم يعني براي مثلاً براي حين أقدر ألعبها 4K 60 إيزي وهذا راح أتكلم عنها بعد شوي إنزين فالكرت هذا إي فرق معاي عن ال 1080 فيعني هذا من الشغلات اللي استأنست عليها مؤخراً بالنسبة لي كان أبغريدي شوي يعني البارك الله يبارك فيك فالحين لعبت براي نزلت السنة طافت ريبوت حق
بري لو تحسب القديمه فرانشايز ما هي لعبه واحده نزلت وسووا كانوا بيسوون تو كنسلوها وامور قصه طويله يعني بس اسمح لي فاينل فانتسي كنت قاعد تكلم عنها فاينل فانتسي اي سوري فاينل فانتسي بس يعني انا كنت بقول قاعد اكملها بين فتره وفتره اوصل شويه الرسم شلون الرسم فيلم هندي هاللعبه هذه اتوقع راح تكون بنش مارك جيم حق سنين طويله يعني زين انا مع ال 1080 تي اي مع مواصفات البي سي الحين اللي عندي اي كانت ماكس ات اوت واخذ فريم ريت اخذ يعني 60 اف بي اس مستحيل مع ال 1080 تي اي مع 4K مستحيل والله مستحيل 30 فريم كل شيء ماكس اوت وثبت الفريم ريت احلى من اي كونسول فيرجن تظل احلى من اي كونسول فيرجن ولكن ابي افتح الفريم ريت يعني بالاربعينات ممكن يوصل 50 53 على حسب السين عرفت بس بس انا الحين قاعد العبها على 1440p most of the time 60 فريم most of the time بس عموما براي صايرة وايد نفس بايوشوك هذا اللي فاجئني بايوشوك لعبة فيرست بيرسون شوتر ولكن مغامرة بحيث ان انت بمكان تستكشفه وكل شوي يبطلون لك يعني كل شوي تلاقي اشياء تبطل لك اريا زيدد بهالاريا بهالمكان هذا انزين فانت يعني نفس بايوشوك تقدر تاخذ ابيليتيز هو بيسكلي بايوشوك تشوك تاخذ تقز نفسك ابر عشان تاخذ القوة هذا هني تقز عينك ابر فتاخذ ابيليتيز من هالابيليتيز الالين اللي تحصلها من عن طريق ان تذبح الالينز الموجودين لان تكون سبيس ستيشن او شيء كذي ففي اكو مثل المخلوقات هذول ميمكس ينخشون داخل ايتمز يعني كنا عرفت الهيد كراب مال هاف لايف بس لونه اسود كذي ما شلون صاير ويقدر ينخش داخل جلاس مثلا يصير يسوي روحه جلاس زين فانت اذا قربت صوبه ما تدري ان هذا ميمك راح يطلع ويهجم عليك عارف شلون؟ اه فانت تمشي باللعبه وترمي بكل شيء. باللعبه هذه تاخذ ابيلتي لا جلاصات هني الحكي ما عندك امو وايد بهاللعبه. مثل جير 2 الديمو ماله. ما عندك امو وايد بهاللعبه. تقريبا عندك سبانه تبلش بسبانه، السبانه هذه الطقه مالتها تصرف ستامنا. هني انا تملقت. اي زين كل طقه ستامنا تصرف ستامنا. قلت انا يعني قاعد العب دارك سولز وشو بالضبط زين قلت يلا ماشي زين فبدايه عيب هاللعبه هذه اول ساعتين عادي 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 اذا انت بالك شوي مو طويل تطفش من اللعبه تطفشك اول ساعتين بس لما تبلش تاخذ اشياء واللعبه تتبطل شوي يعطونك شويه ايتمز يعطونك سلاح في اكو مسدس وايد عجبني هاللعبه اسمه جلوغان المسدس هذا يرمي مثل فوم زين ما تذبح فيه وحوش بس تقدر تيمدهم الفوم هذا تقدر تستخدم فيه اكثر من استخدام تقدر مثلا اذا في شيء قاعد يكهرب يعني مثل فيوز خربان وقاعد يطشر كهرباء اذا قربت صوبه راح يكهربك يذبحك فتقدر انت تطفي تعزلها عن طريق الفوم هذا تقدر تسوي لك ممر مو مثل بلاتفورم انه يمشيك مثلا من القاع ليه مثلا بلكونه تقدر ترش بشكل ان تقدر تسوي لك باث حق البلكونه من الارض فتمشي عليه بهالفوم هذا تحسسني بورتل شوي مو وايد مو بورتل ولكن يعني في يعطيك هالايتم هذا يعطيك اوبشنز حق وايد اشياء حتى لما يجيك وحش تبي تساعد نفسك تعطي نفسك يعني ادفانتج تقدر تيمده عن طريق الفوم هذا اساس انه تبطئه او انه توقفه واي طقه انت تطقه عقب وهو متيمد راح تحوشه كرت راح يحوشه دمجك اكثر لان انت ما تحصل اسلحه ورصاص وايد موزع يعني ف يمد وارمي او يمد وطق بالسبانه عرفت شلون؟ بس هو ك يعني اللعبه نفسها نسبه الشوتينج وايد فيها ولا بازل وادفنشر اكثر؟ استكشاف ولور اوكي بايوشوك اذا لعب بايوشوك ذكرني بايوشوك 1 وايد ان انت مكان ما تدري شو السالفه وشوي تستكشف وتقرا الكمبيوترات تقرا الايميلات الموجوده بالكمبيوترات علشان تفهم الباك ستوري ايش قاعد يصير حوالينك حيل اتموسفير يعني فيها اتموسفير ولكن مو بالغموض او مو بالتاثير اللي حسيت فيه بايوشوك اول مره عرفت
هي ودها تصير بايوشوك بس مو واصله للحين، او يعني على الاقل من تجربتي للحين باللعبه، انا اتوقع لعبتها يمكن للحين 6 ساعات او شيء كذي، 5 ساعات 6 ساعات للحين، مو ماسكتني حيل، بس ابي اكمل، ابي اشوف زياده، لان كل ما اللعبه تبطل لي اشياء، كل ما اكتشف بعض الايتيمز او بعض الابيليتيز اشوفها، تعرف لي اوه اوكي، لو امشي بهالباث هذا ممكن اللعبه تصير انترستينج زياده، بس للحين ما وصلت للمرحله اللي قاعد اجرب هالاشياء هذه للحين. رسم اللعبه اوكي حلوه على 4K، بس انه مو شيء سبيشال، ما فيها ارت ستايل مميز، تحاول انها تكون ريالستيك بس بنفس الوقت ما تعطيني الجو الريالستيك وايد. مثل ما قلت لكم يعني وايد بنفس بايوشوك، ولكن للحين ما احسها مستوى بايوشوك، او على الاقل مستوى بايوشوك الاول. فتحصلونها اون سيل، انا خذيتها بسيل، يعني يمكن خذيتها ب $15 او شيء كذي، يعني انا كنت بتردد من البدايه بس شفتها اون سيل قلت يلا خليني اجربها. اوكي يعني ودي ارد البيت اكملها، عرفت يعني مو اللي زهقان منها، بس اول ساعتين شخصيا يعني كذا مره فكرت اني اوقف ما اكمل، بس من بعدها بعد ما تبطلت شوي لا اوكي، الاستكشاف بالسبيس ستيشن هذا كان شعوره حلو، ذكرني شويه ببايوشوك، عرفت مو نفس الغموض اللي برابتشر ولا هو نفس الواو فاكتور مال رابتشر بالبايوشوك الاول، ولكن قريب. حلو هذا كانت ولعبت سلست شوي، سلست وصلت فيها الحين، انا بالهوتيل هذا الفندق. زين يا الهي لا تلعبونها بالجويكونز، جويكونز تكزوره ترى، تلعب بس ترى انا لعبت اكثر بورتل بس هي يعني الدايركشن، طبعا العبها بالانالوج، انسى ما العبها بالاسهم، اي مستحيل اسهم، لا تلعب لا تفكر انالوج، وهم ما في ذاك الدقه، اي مو دقيقه، اي فالحين قاعد اشيل معاي وين ما اروح، قاعد اشيل معاي برو كنترولر بس عشان اذا بغيت العب سيست. لا انا تكزوره ادري اني قاعد العب تكزوره، فعاده حتى لو غلط يعني، بس بالنهايه راح اسيبها صح يعني، بس صدق تحكمها هذه يمكن ثاني احسن بلاتفورمر العبها، يعني ليفل ميت بوي بالتحكم، تحكمها وايد سلس، وايد شارب، وايد حلو. اذا انا غلطت اذا يعني طحت او مت انا غلطان، والريبلاي سريع، الريبلاي وايد يعني ان تموت بسرعه تقوم تكمل يلا جرب مره ثانيه. استأنست على المراحل البيكو 8، شفت اللي هي اللي تشلها ميني سلست داخل سلست، عادي العب انسى نفسي يعني، اوصل بهذي وانسى اللعبه الاصليه، فمستأنس عليها للحين، ناوي اني اخلصها واخليها، ما ابي اكمل البي سايد الا لما اشتاق حق اللعبه مره ثانيه. اي بالضبط يعني البي، انا البي سايد وهذا مخليها لما بلعب بزياده باللعبه بعد ما خلصت، اي فانا ما ادري يجمع كل الشغلات اللي فراوله، ما ادري ايش كثر باقي لي عشان اخلص اللعبه، بس انه يعني واصل الفندق لحالي بالفندق. زين وبس يعني هذا الاشياء اللي لعبتها بالفندق. انا مشروع الجاي، انا اليوم شريت نينو كوني وقيت حق بلاي ستيشن سولو داونلود، اخذت على البي سي على البلاي ستيشن. ايه اوكي بقعد اسمع اشياء زينه، بس الكل يقول سهله، ما ادري عاد يبين لما انت تلعبها بعد اشوف طباعك عنها، يقولون سهله هذا اللي صدق. ايه. بس الكل انا مدح لحد الان، انا اسمع مديح اكثر الشيء الوحيد اللي اسمعه كذم كومن بين الكل انها سهله، بس ما ادري سهولتها من سبت شنو، يعني الناس قاعد تلفل بوايد مبكر او شنو بالضبط قاعد يصير ما ادري، لان الغريب ان اتذكر الديموز بالايفنتس كانوا يقولون صعب، احنا جربنا بوس واحد من البوسات صدق ما قدرنا نفوز عليه، يمكن بالانسها كان غير ايامها، او يمكن سهلوها متعمدين، ما ادري جربها بشو عطنا انطباع ان شاء الله اقدر اجرب بعد شهر 4 ياكوزا وGod of War، انا هذول راح يكون اتوقع اكبر لعبتين حق هالشهر. وهذا انا الحين لازم صدق اني ابلش استلم نينو كوني 2 صح عشان يمديني اخلصها مع نزله God of War. انا ياكوزا 6 وGod of War، ياكوزا 6 اوريدي شاريها، God of War اللي اوكي اخلص ياكوزا 6 بعدين راح اشتري God of War، يعني ياكوزا عندي اهم يعني، هذه نهايه قصه كيريو يعني، فخلينا نشوف هذا اخر شيء على كلامهم، انا ما ادري ما شفت النهايه مالت اللعبه، بس المفروض هذه نهايه يعني ختام بعدين يعطونك نفس سنيك
يعطيك كوجيما ستايل. لا اعلنوا يعني في جزء ياكوزا جديد بطل جديد وحطوا شكله شيء جديد خلاص. ايه حطوا شكله واسمه وكل شيء يعني بس أوه. بس هذا شنو متى ما ادري. الله يوفقه الله يوفقه. عطني اي شيء انا ما عندي مشكله. هل التيم هذا عطى جيف تو مي جيف تو مي ما عندي مشكله. احب كيريو بس عادي العب لعبه مو كيريو يعني. لا لا ما يبدعون بالشخصيات. سووا شخصيات يعني شخصيات تعتبر يعني مو سايد كيكس يعني شخصيات ثانيه بالقصه يعني. مجيمة يعني خلي مجيمة يعني عندك اكياما مثلا. اكياما شون هذا مينون يعني اللون شارك عرفته. بيكوزا فور هو طلع اول مره اللي شعره اسود طويل يلبس جاكيت احمر بطرون اسود. هذا هذا شخصيته عجيبه زين. فعموما مستعد حق اي شيء يكوزا جيف ات تو مي. عندكم بعد شيء تبون تسولفون عنه من ناحيه العاب؟ انا شوي العاب عدول قاعد العبها الايام هو التيميت تشيكن هورس. اوه بالديوانيه يعني هو التيميت تشيكن هورس وجانج بيست وسبيدر. جانج بيست لعبوها الشباب بالديوانيه بس ما ادري شنو انطباعهم. انا عن نفسي ما استانست كلش. شوف شوف هما يعني سبيد رانرز ما يحتاج كلام. لعبه بسيطه وسريعه وايد وايد حلوه ريكومندد حق اي ديوانيه. صح هذا ايه حلو. التيميت تشيكن هورس نفس الشيء تونس. انا اشوف التحكم مع ان تحكمهم اي ينوع. التيميت تشيكن هورس التحكم هو اللي مخرب علي باللعبه. حلو صح انا وياك. و حتى اول ما تبدا اللعبه الناس عاده ما تعجبهم كبدايه تعرف يا اخي بريقه لا بسيطه وتحكم مو ذاك زود. بس لما هي فكره اللعبه ما ادري اذا يعني احد ملاعبها. هي فور بلاير حطوا لك مرحله بسيطه حيل ان ستارت واند بوينت وقبل كل تيرن يعطونك شيء يحطون لك كنا كرتون في ايتمز راندوم اي ان انت كل واحد ياخذ ايتم وتحطه بالمرحله كنا كنا ماري ميكر بس تخريب. ايوه لا سواء القطعه هذه راندوم فممكن بعض المرات قطع عشان تقدر تستعملها عشان توصل حق خط النهايه او ان تخرب انك توصل خط النهايه. فيعتمد على حسب وين تنحط وشنو هي استخدامها بالاساس. فتحط انت الاغراض ف أربعة يلعبون مع بعض تحاول توصل حق الجول او يعني تحاول انك انت توصل وتخلي الثاني ما يوصلون اي عشان تحصل نقاط. اذا كلكم وصلتوا اللعبه راح تقول لك تو ايزي. انت ترى تو ايزي السالفه خلاص يعني معناته ما حد يحصل نقطه لان وايد سهله. فتصير استمدال. ايوه بالضبط. واخر شيء تصير مستحيله المرحله. صدق صدق مستحيله. اسهم من فوق وتحت ونازل وهني يسمونه عسل وما عسل وما تقدر تخلصها لو شو تسوي. فحق ديوانيه انصح فيها وايد. فور بلاير هذه احنا كلنا نلعبها بين فتره وفتره بالديوانيه يعني الشباب يستانسون عليها. حلو. واخر واحده جانج بيست. جانج بيست شنو مشكلتها؟ هي اهم فور بلاير بس عيب وميزه اللعبه ان عشان يعني هي تقدر تسميها بالانسد فايتنج جيم خلينا نقول. والله خليتها فايتنج جيم. لا اي ما ادري بالانسد بعد اي اي لا لان كلهم نفس الشخصيه. الشخصيه ما في فرق بس الشكل بس الشكل واللون. اي ف ايش اقول لك تحكمها وايد سيء وايد تعبان. فانت يعني تحاول تتاقلم ويا التحكم وتفوز عليه. انا مشكلتي بالالعاب هذه اللي كذي اللي لازم تتهاوش مع التحكم عشان تستانس. صح بس انا اقول لك نفس اوكتوداد كذي لعبه اتحداك تمشي بس اوكي العبط يخليك تضحك وتمشي تتغاضى يعني. صح اي بس اقول لك هو الوناسه ان اذا كنتوا اربعه هي ككنترول R1 و L1 كل واحده حق ايد يمين ويسار وان تشبص بشغله تمسك الشغله ما تمسك. فاذا مسكت R1 تبقى ايده ماسكه الشغله. وايد تعتمد على الفيزكس. اي اللعبه تعتمد على الفيزكس. لعبه حشيش. تعرف يعني هو ما فيها ثرو عدله بس هي اللعبه فكرتها انها رينج اوت. فتعال عاد وفيها كره قدم حتى مود كره قدم مود ويفز. بس هو اهم شيء انه تلعب فور بلاير حاول تحذف ربعك برا. يعني اقول لك هي اللعبه حيل سمبل والتحكم حيل تعبان بس يعني حق ديوانيه ضحك. الهدف انه تضحك يعني تضحك.
اللي تعرف تبي تقطه وهو ماسكك مو راضي يهدك وانت تقلبها اخر شيء انتوا الاثنين تطيحون بس على اخر لحظه انت تصير تحت وهو فوق وهو يفوز. ايه هو عنصر راندوم اللي يصير مع الفيزكس شوي. ايه اوكي هذه اتوقع من الالعاب اللي طلعت بسبه الستريمرز اللي هي لعبه ما فيها شيء يعني. صح ما بس انا اقول لك توني العبهم يعني معناه هم لحد ما قدم جان بيس شنو تو تنزل بلاي ستيشن اي ترى كونسولز حديثه اي يعني كانت ايرلي اكسس على البي سي من فتره يعني بس كونسولز شنو تو الحين بلاي ستيشن كم شهر صار لها فاقول يعني حق اللي يتجمعون اربعه وشي يبون يستانسون حتى يعني حتى احس هي ابسط واحده من هالثلاثه حق الناس اللي ما يعرفون يلعبون كفكره يعني صدقك اي يعني انا اقول لك استغربت ان الناس اللي ما يعرفون يلعبون جيمز استانسوا على جانج بيس اكثر من الباقي لان فرضا مثل ما قلت التيمت تشيكن هورس تحكمها صعب اي صدق فالبلاتفورمينج ما تقدر تسويها يعني انا تعرف اللي يبين الفرق بين اللي عرف بلاتفورمينج ولا الحين بلشت افهم انت شنو انت بتوصل له هذيك خربط الفيزيكس ممكن يساعدك ايه وممكن تستانس والفكره بسيطه قط ربعك برا بس اضحك وتشوف فالتقاي راح يخربط بالدقم وراح راندوماتكم ممكن يفوز ايه حتى اللي عارف يلعب بيقعد يضغط ويخربط ايه بالضبط فالكل يصير تقريبا نفس المستوى اه و سبيد رانرز خو ديت شيء يبيلها بروز يعني اخر شيء يعني تعرف الليفل يصعد وايد اخر شيء خاصه اللي اذا كلكم عرفتوا المرحله بس خلاص خلاص وزين فيهم حتى الحين كنا قاعد يصير في سوالف داونلود ماني غلطان ان انت اذا بالسبيد رانرز في انلوك وايد مراحل فهذول ما ادري منهم مسوين ظاهر في ناس تسوي انلوك اخر شيء حق مراحل زياده الناس مسوينها اذا ماني غلطان بس يعني كيوريتد باي الكومباني نفسها شيء حلو يعني صراحه اربع ثلاث العاب انا انصح فيهم حق دواني خاصه سبيد رانرز يعني شيء حلو ممتاز ننتقل الى قسم الاخبار يلا بيشو هل في شيء انت مجهزه ولا مره انا ما صرت شاطر هالاسبوع اوكي نستخدم الطريقه القديمه حلو سليم اللي هي انتم الحين تراجعون لي حلو طبعا سوالف ابريل فول ما شفتوا شيء من ابريل فول بلا راح يشغلون تقدر تلعب بلود ستيند اسم اللعبه بلاستيند وبنفس الوقت كمبيوترك يشتغل على البيتكوين فارمينج صراحة ميزة خلاص انا حولت ما راح اشتريها على ولا شيء غير البي سي عشان بيتكوين وانا قاعد انا شفت مال ريزر مسوين شيء اسمه فينوم مثل الجوس تشربه تصير ألتيميت جيمر زين الفيديو كان هذا طبعا لما تشرب تصير فجاه شو يسمونه هذا دبستب دبستب سيميليتر بس عشان نتاكد هذا كله ابريل فولز اللي هو اي هذا كذبة ابريل يا جماعه طبعا لحد صادق شيء اقوى كذبة ابريل والحين بتصير حقيقه مالت فاينل لا مالت فايتنج اكس لاير بلشت السنه اللي طافت كشذبه ابريل انزين انه يسوون لعبه فايت تكون تكمله العاب الاي اكس مال ستريت فايتر بس هي طبعا من غير شخصيات ستريت فايتر اريكا يعني فبلشت كشذبه ابريل كان في لعبه اذا ماني غلطان بلاي ستيشن 2 واركيد فايتنج لاير كان اسمها على الاركيد ما ادري نزلت بلاي ستيشن ولا لا بس انه كانت نازله على الاركيد ولعبناها موجوده كانت بالبرج يومها فهذه تستخدم شخصيات اريكا اللي كانت موجوده بستريت فايتر اكس زين طبعا نزلوا بيتا وتكلمت عنها من قبل انا بس الحين حطوا اللوجو حق اللعبه لوجو صراحه حلو اللعبه شكلها متحسنه شويه واعلنوا الشخصيات اللي باجيه وقالوا ان اذا اللعبه صار فيها لها سبورت راح نضيف لها كاركترز يعني زياده بالدي ال سي وحطوا فولكينو روسو ضحيه هو من الشخصيات اللي ممكن يكون دي ال سي عرفت امريكا انه حشيش زين فولكين روسا من الشخصيات اللي طلعت اكس 2 هذا اللي بو قدله يلبس ازرق لا يلبس ابيض واسود عنده شوي احمر المهم شو يسمونه فهذا كانت شذبه ابريل السنه طافت الحين بتصير حقيقه زين والفيديو مال شذبه ابريل جايبين هذا
المخرج مال اس ان كي مال كينج فايترز طالع فيه كذي. انا شفت رسمات بس ما تعرف ما كنت ابي اشوف شنو صاير رسمات صار شوي. عموما اذا انت يعني مو فولوينج هاللعبه وايد يعني انا ضحكت لان اودا كان موجود بالفيديو مال اس ان كي. عنده ريليس ديت شهر 6 اذا ماني غلطان تنزل اللعبه على البلاي ستيشن. اذا نجحت راح ينزلونها بستيم مع دي اس اس. هم بعد شنو شفت مال ليج اوف ليجندز مسوي شيء سكنز دي اي وبيتزا. كورسير ضحكتني. كورسير مسوين فيديو هم طبعا يصنعون هاردوير حق الكمبيوتر رامات كيسات مسوين فيديو مثل فيديو توعوي ان انقذوا الجرافيكس كاردز. الجرافيكس كاردز الناس قاعد يشترونها عشان يسمونهم ابيوز مايننج. ايه زين فاذا لقيتوا كرت كارد شيء واحد قاعد يطق الكمبيوتر بصوت فاذا فاذا اشتغل اذا شفتوا جرافيكس كارد يحتاج الى منزل تبنوا الجرافيكس كارد عطوه حق الجيمرز يعني جاي كان الجيمرز راح يعتنون فيهم. ضحكني يعني انا حبيت الفكره مالته انه صدق هذه ازمه الحين عرفت شلون. ضحكوا عليها يعني ضحكوا فيها عن الابريل فول. سكوير إنكس نزلوا شيء اسمه مانجاي فانتسي. هذا شخصية من الشخصيات الرئيسية بالقصة مالت ستورم بلود اللي هو الإكسبانشن مال فانتسي 14. مسوين فيديو إنه هو البطل ومسوينه برسم 2D وهذا 8 بت والموسيقات يخرب بيته ماخذين موسيقات ستورم بلود كلها مسوينها 8 بت. شيء يبكي حق واحد لاعب ستورم بلود will really appreciate this يعني راح وايد راح يستانس لما يشوف الفيديو. فشوفوا اسمه مانجا فاينل مانجا فانتسي. وبعد في اكو انا ما ادري اذا هذه صدق ولا لا لعبه الموبايل اللي هي الجو هذه ابريل فول. ها ما ادري يقولون ابريل فول جوك ما ادري مشكله. فاينل فانتسي اونلاين جو فور موبايل تقدر تسوي مايننج باللعبه والجاذرنج وانت اون ذا جو نفس بوكيمون جو بس تسوي مايننج ويشبك بس انا اعتقد انها كذب. خلينا نشوف فاينل فانتسي اكس اي في جو بالاب ستور ماكو قص عليه قص عليه يمكن تنزل بعدين. والله ما تستبعد صراحه. انا من عقب فايتنج اكس لير وصارت صدق ما استبعد. انا بالعكس فورتنايت اللي احسسها يعني حسستني ان كل شيء ممكن يصير الحين على الارض. كابكوم انترودوسس ستريت فايتر بيست كارد جيم هدوستون. الله هدوستون هدوستون يعني هالفتره هذه دونت بليف اندورز لايز لا 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 تصدق كل شيء. من اللي قص علي اي او قبل ما عندنا احنا يصير 1/4 سكوير نزلوا فيديو بريف اكس فيس بيسوونها مره ثانيه ب3 دي اللي هي لعبه الموبايل. حطيت انا بجروب الديوانيه كان استوعب متاخر ان باليابان صار 1/4 شان يقول لي لاوي ترى ابريل فول هذا شان يقول يس 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 بس كنت بشيك عليكم صحيح ولا لا صحي هو صحي كنت بشيك انت صحيين من هذا اللي صار يعني. زين شنو في بعد اخبار؟ في انا احس اقوى خبر الفتره اللي فاتت دراجون كويست شهر 9 مو 4/9 اذا ماني غلطان 4/9 بامريكا يعني او بالوست بشكل عام. ستيم فيرجن انونست راح تنزل على البلاي ستيشن 4 وستيم وسويتش قالوا بعد تالي وايد يبي لها وقت وايد بس قالوا فار واي خليه يستريح نسخه السويتش اقول بالضبط. فنسخه البلاي ستيشن 4 والستيم الحين تقدر حاليا حتى تسوي بري اوردر حق الستيم فيرجن موجود على الستيم زين والبي اس والبي اس 4 فيرجن يعني حق اللي يبي موجودين الحين تقدر تسوي بري اوردر. ام جوينج ستيم صراحه انريل انجن جيمز. على طاري السويتش هم ما نزلوا فاينل فانتسي 15 للحين عدل البوكيت فيرجن ما يسمونه نزلوه على الموبايل على الموبايل نزلوا ما قالوا راح ينزلون على السويتش ما قالوا شيء قالوا ان عندهم اهتمام ان عندنا اهتمام بالجهاز وحابين الجهاز. هل راح ننزل شيء ريليتد تو 15 على الجهاز ولا لا؟ ماكو شيء اكيد. انا تعرف احس الشغله اللي ابي اعرفها بس قولوا بيكون نفس ال 3 دي اس ولا نفس ما قالوا البلاي ستيشن. هذه الكلمه بس لو يقولون ما قالوا بس انريل انجن قصدك على دراجون كويست صح؟ اي هذا ما ندري ما قالوا بس الدراجون كويست على الكونسول وعلى البي سي انريل انجن 4 انريل انجن 4 فيري ويل دوكيومنتد على السويتش
فما تستبعد انهم ناطرين ابديت فيرجن معين عشان يكون متوافق مع السويتش ديش ساعه يسوي لها بورت ما ادري غير طبعا ان شاء الله اوبتمايزيشن يعني بالضبط فارد فورتنايت انا مدام فورتنايت شغال على هذا فورتنايت ما استبعد ينزلونها على السويتش لا لا كلش ما استبعد يعني مو انا هذا انا إيه؟ مدام الفورتنايت قدرت تحطها على موبايل اي هذه المفروض تقدر تحطها على السويتش اكزاكتلي بالضبط ف المفروض اذا دوم نزلوها على السويتش ناو ببجي بينزلون مرحله جديده ماب جديد اصغر يسمونه تروبيكال راح يبلش تيستينج الاسبوع هذا والاسبوع الجاي ما ليفل 5 قالوا كل العابهم بالمستقبل راح تنزل على سويتش المين جيمز على قولتهم اي يعني من فتره من تاريخ معين اي لعبه بيسوونها هم بعد راح تنزل على سويتش يعني ليفل 5 راح يشتغلون بروفيسور ليتن صارت في بلبله بتويتش ما ادري اذا قالته بالفتره الاخيره صار في وايد لاي اوفس مشوا وايد ناس شنو يعني لاي اوفس تفنيش لا تفنيش تفنيش عرفت شلون يعني لحظه حق موظفينهم ولا حق ستريمرز حق موظفينهم طبعا زين مشوا وايد وايد ناس صاير وايد في بلبله الحين بالاداره تدري لما تشتريك شركه كبيره امازون وكميلي 2 بتنزل على ستيم اعلنوا يعني راح تنزل على ستيم مودرن وورفير قالوا ان راح او طلعت اشاعه ولا اناونسمنت مودرن وورفير 2 ريماستر اي بس سنجل بلاير بس ما فيها ملتي بلاير مو اذكر مودرن وورفير 2 ملتي بلاير كان يعني زوين انا اذكر ايامها بس كان فيها وايد هاكينج ترى كول اوف ديوتي دائما هي تبيع بسبه الملتي بلاير ما حد يشتري كان مستغرب يعني مودرن وورفير ريماستر الاول كان فيه ملتي بلاير الريماستر الاول اي فما غريبه ما سووا بس الغريب مو الاول كان لازم تسوي بري اوردر او شيء لا لازم تشتري الانفينيتي وورفير مو الانفينيت انفينيتي وورفير كنت تسوي له بري اوردر علشان تقدر تلعب شيء كذي فانطر هذه يقول لك عقب ما تشتري هذه بفتره قطوا لك بعد قطع الجزء الثاني لا الحين هذا الجزء الثاني مو ربطنا مع لعبه ثانيه لازم تشتريها اي بس يسوي لك حركه الحين انه عشان تدفع زياده يعني اي يقول لك فرضا اشتري هذه ب 40 وعقبها بشهرين يقول لك بعد ادفع 20 عشان تاخذها دفعك فلوس هذا مو راضي يروح بيج 2 او بيج 3 عفوا هنشوف شنو في بريست ايرا يعني ما ادري في اي خبر ذاكرينه مؤخرا يعني عم تشوفون عنه سكوير انكس سووا استوديو لمنس اي مال شو اسمه تباتا التيم مال فاينل فانتسي 15 الحين صار استوديو مستقل يعني الى حد ما اي وبرئاسه تباتا اسمه لومنس استوديو اللي هو على اسم الانجن اللي شغالين عليه هم انا الصراحه اوكي احترمهم انه تباتا هو نفس اللي مشتغل على كيندم هارتس بعد لا اللي اشتغل على فاينل فانتسي 15 اللي مسك فاينل فانتسي 15 اوكي اللي نزل فاينل فانتسي 15 عرفت شلون احترم الحركه مالتهم لان ما قطوا لومنس انجن صح ف يعني قطوا عليه وايد فلوس تعبوا عليه اوبتمايزيشن بس صار زين الحين انا اشوفه صار زين والبي سي فيرجن منه ستيبل ف اوكي يعني يقدرون يستفيدون منه حق مشاريع تاليه عندهم خبره فيه الحين نشوف يمكن فاينل فانتسي هذا تيم فاينل فانتسي 16 يمكن راح يصير وتباته الصراحه شغال تباتا اي انا تباتا اي كان تراست من الحين لان خذ مشروع فاشل حوله الى شيء ما اقول لك انه ناجح بعين الكل بس انه على الاقل صار لا مكان يابوا يطلعوا فلوس العشر سنين اللي قضوها بس يعني بس كنا قالوا شغله ان ما راح يسوون فاينل يعني مو شيء فاينل فاشل خلينا نسوي شيء ثاني ما عندي مشكله بس لا يكون الديفلوبمنت نفس يعني الديفلوبمنت سايكل مال 10 سنين يعني خلاص المفروض الحين اللعبه تقريبا تعلن عنها بعد شويه تنزل يعني ما بس الحين تكفى ما تم نزل اللعبه وتم مخلص الدراسيات والتعديلات والاضافات بس الحين يقولون ان في 4 ايبيسودز اوكي هذا مو مشكله يشتغلون عليه على جنب ما عندي مشكله انا نزل اردن انا ناطر هذا صار قالوا 4 اردن وشي زياده اي فشوف شنو اوكي شيء جانبي يشتغلون عليه بس ترى من بعد ما شفت ابيسود اغنس ابي زياده يعني اغنس كان وايد حلو يعني اصلا كل ابيسود عن ابيسود تشوف الفرق بينهم من متعوب عليه اكثر وبين تيمز مختلفه اشتغلوا عليه صح. انا ودي اشوف زياده من مستوى اغنس ابيسود اغنس يسوون شيء كذي حلو واردن المفروض يكشخونه يعني وايد انا ما ادري ماكو شيء معين ببالي في رومر مو اكيد اللي يقول لك بان داينامكو بتنزل اس كومبات 0 و 4 و 5 ريماستر
يقولون اي بس ما ادري احس الامر ضعيف. الاخمى من بلاي ستيشن 2 واذا ماني غلطان زيرو كان على البي اس بي اذا ماني غلطان. فمو القدم كلش لان بلاي ستيشن احنا ننزل الجزء الجديد احنا بنلعب على الفي ار. ادري بس شو اسمه كونامي نزلوا فيديو حق شو اسمها زون اوف ذا اندرز 2 ايه كنا قالوا حتى راح يكون فيها في ار مود ايه سبتمبر ايه راح يكون فيها في ار مود على حق البلاي ستيشن في ار. هذا بتصير ويبات ثانيه ويبات حتى ترى يلحقوا الفي ار مود تو نزل باتش صد ايه يقولون بط انا اتوقع انه انا 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 ابي اجرب البلبل هذا اوكي ايه فالحين ما مداني والله كنت ناوي اجرب قبل ما نسجل بس ما مداني والله ويبات انا ما شريته يعني قبل ف انا شاريها من قبل بس الابديت مجاني يعني حق اللي جراند توريزمو في ابديت كبير الحين بينزل بيضيفون في ار تايم ترايلز اوه قبل كان بس تمشي مع واحد ثاني مع اي اي بروحه حتى ما تقدر تو بلاير صح؟ لا اونلاين لا بس تمشي مع اي اي وكان سهل الحين تايم ترايلز شوي راح يكون احلى لان راح يصير تحدي بينك انت واللفه عرفت تحدي بينك انت والمضمار اكثر ما انه تحدي ضد اي 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 هو كيرز انا عندي يعني من الاشياء اللي تخليني العب جراند توريزمو واحب جراند توريزمو ان احس التراك هو عدوي لازم اتصل عليه ان تلف اللفه هذه بطريقه ان تاخذ فيها حتى البرونز مرات البرونز صعبه فهذا يحطون شيء مشابه حق هالاكسبيرينس هذا بالفي ار مود واللي انا حبيته وايد شيء مترقب له صراحه هذا بالابديت اللي جاي حلاته يحطون لك جوست باتر ولا شيء ان تباري ربك بس هو يمكن صعبه شوي 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 شوي. صعبه ان اللعبه هذه جيم اس سيرفيس كل شويه راح يضيفون لك اشياء جديده وجراند توريزمو معروفه يعني تاريخيا ان لعبه سبورتد لمده طويله يعني فخلينا نشوف شنو يطلع فيها موتشي اعتقد ما ادري ما في شيء ثاني صراحه اذكر انترستينج بالاخبار شوفوا سونيك ماني ادفنتشرز الحلقه الاولى والله شوف انا ما كرهته بس ولا حبيته وايد حسيت ابتسامه يعني جابت لي ابتسامه بس حسيته كانه فيديو فلاش موفي لانه بيعمل شوي في احساس امريكي ما ادري لا شفت الاوبننج مال سونيك سي دي ايه سونيك سي دي اللي سونيك يركض ما ادري شنو هذا الانيميشن ستايل هذا هو بهالستايل صح بس الانيميشن كواليتي حسيته كانه فلاش فيديو ما ادري انا اقول لك ما ادري شلون اوصلها بس ان ذا كان في فيلينج مال شغل ياباني اي هذا في فيلينج مال شغل امريكي لانه مو ياباني مسوينه امريكان مسوينه او يعني وسترنز مسوينه بس حسيته كانه فلاش فيديو من نيو جراوندز بس على اكشخ شوي بس حلو يعني اوكي قصير 3 دقائق بتشوف لك لقطات شي كيوت وتمشي كم حلقه قالوا 5 ولا 4 5 او 6 اي اوكي كيوت شوفه لا بس احسن من اي شيء سونيك طلع مؤخرا يعني غير سونيك ماني مو طويل يعني مو اللي شيء بالضبط ما ياخذ من وقتك نومان سكاي اي راح تنزل على اكس بوكس اكس بوكس 1 مع ابديت وايد كبير راح يكون هم بعد فري على كل اللي ماخذينها على البي سي وهذا مسمينها نكست اي بس كنها راح تنزل فول برايس هذا الشيء اللي انا مو قادر ابلعه هذا اللي بياخذونه على اكس بوكس يعني اذا ماني غلطان اي 60 دولار او يعني البرايسنج اللي حاطينه الحين ليت بتسوي بري اوردر حق اللعبه ما ادري عن ستور مال اكس بوكس بس كنا بامازون وكذي حاطين 59.99 فاحس صعب تبيع هاللعبه بهالسعر الحين ويحضر على طاري الاكس بوكس هيل بليد بينزل هنا هيل بليد راح تنزل هيل بليد لعبه حلوه والله تستاهل يعني اوكي قصيره مو ديفل ميك راي هذا اول شيء تحطوا ببالكم ككومبات مو ديفل ميك راي بس كقصه شيء ملموم لا يعني تستاهل 30 دولار اجين رخيصه تسوى بس خلينا نشوف انا نو مانز انا اصلا منصدم من الحين يعني للحين شغالين عليها كابديت وكذي اوكي برافو عليهم ولكن اجين فول برايس ما ادري شلون ببيعها صراحه خلينا نشوف جيم ستوب ابي اعرف السعر بس عموما انا اذكر كني شفتها انها 60 يعني 60 دولار ف جود لك الصراحه اذا بتبيعها بهالسعر عموما ننتقل حق اسئله المستمعين بيشو ولا في بعد شيء
ما اخر يمكن خبر الحين نقول الخبر المحلي اللي هو معرض جي اكس قرب جي اكس ايه من 12/4 الى 14/4 ان شاء الله راح تكون في البطولات. تكلمنا من قبل عن معرض جي اكس فراح يكون في يعني البطولات مال كويت باتل رويال احنا راح نشتغل على الستريم مالهم وهم بالاضافه الى تعليق حق بعض الالعاب اللي راح تكون بالبطولات. فحياكم الله المعرض في اناونسمنتس كبيره راح يجون فويس اكترز مالوت جوكو وفيجيتا طبعا الامريكي كاكاروت راح يكون موجود اذا حابين اذا حابين تاخذون تواقيع السوالف هذه بالاضافه الى في اناونسمنت قريب يخص اس ان كي فما ادري شنو هو. طبعا على طار اس ان كي اعلنوا وحطوا فيديو حق هذه نجد اللي هي ديزايند كومبليتلي من الديزاين مالها كان مسابقه بالسعوديه ربحت فيها واحده من الخوات المتسابقات و اس ان كي حطوا الشخصيه هذه الحين كينج فايترز 14 من كشخصيه من شخصيات الدي ال سي اللي راح تنزل لها الشهر هذا. صراحه الانيميشن مالها باللعب وايد حلو عجبني وحطوا ستيج يعني الرياض زين ف يعني كان شيء حد كشخه حلو اوكي تروح حق الاسئله. وهم بعد سكوير انكس راح يكونوا متواجدين اي قلنا بالمعرض جي اكس. يلا اسئله سمي يلا انا ما اطلع الهاشتاج. احنا سالناهم بتويتر ان انتم تكلمونا تسالونا سواء كتعليق او سؤال عندكم تقدرون تكتبون على هاشتاج luckygg.com اهم شيء دوت كوم. طيب لا بس luckygg بدون دوت كوم. زين راح تلقون بهالهاشتاج تقدرون تضيفون اسئلتكم تعليقاتكم. مايك واحد من الستاف مايك اي فانا اوكي نحاول انا وياك عيل طف عادي انا وياك انا وياك كوره ما اقدر احاسبك انا. زين ان نقدر نجاوب عليهم. انت توهقت الحماية خلاص انت لازم ترد معي عفوا عليك. عندنا اول تعليق من اي بي يقول ممكن تقصرون من طول الحلقه. لا عندنا اي باي ونرار What are your plans on making gameplay videos? شنو خططكم انكم تسوون gameplay videos؟ احنا جربناها من قبل حكي من زمان حيل يعني زمان جربنا نسوي فيديوهات. للامانه خاصه الحين يعني مع انا قاعد احكي من ناحيه انا شخصيا ان عمل فيديوهات يبي له وقت غير الوقت اني بلعب فيه اللعبه. يمكن اللعبه هذه ما بيلعبها انا الحين هذا رقم واحد. رقم اثنين بعد ما خلص الفيديو مو معناته اني خلص الفيديو امسك الفيديو هذا اللي سجلته قطه يوتيوب. لا لازم اقعد اشتغل فيه اشيل مقاطع السكوت مقاطع المالها داعي مقاطع المقاطعات يمكن من الاهل. بس ما ادري يعني فرضا اذا قلت لك هالحلقه اي لا 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 بس اقول لك فرضا تقدر فرضا تسوي ستريمز وتخليها بدون لا تسوي ايديت فرضا كذي اقدر بس شي راح تكون ممل حق المشاهد يعني ما ادري اذا حاب يعني. هذا بخصوص السؤال اللي قال ليش ما تسوون فيديو جيم بلاي يعني. ايوه اي في التعليق اللي قبله اللي هو اول واحد كان من اي بي يقول ممكن تقصرون من طول الحلقه. انا قلت لا انسى انا خليني اشرح شغله بالنسبه حق طول الحلقه. البودكاست تسمعون الهدف منه انه تقدرون تسمعونه باي وقت وتوقفونه باي وقت وتقدرون تسرعونه وتقدرون تبطئونه. يعني البودكاست مو شرط تسمع الحلقه كلها طقه واحده. هذا الحلو فيه لانه مو مثل الراديو انه يكون شيء لايف لازم تلتزم بجدول معين تلتزم مثلا بسكجول اني اوكي الحلقه مثلا بتبلش الساعه مثلا 8 بالليل لايف اذا طافتك الحلقه يا تسمعها كلها طقه واحده يا تشوف لك حل لا ما تسمعها. لا بس أوفر. اهم يعني انتم يعطيكم العافيه انا طبعا اشتغل وياكم بس ان اهم ما تقصرون ان تحط لكم تايم تاج احنا نحط بالضبط احنا نحط كذا ما اقدر نحط التايم لاين على اساس اذا تبي تسوي سكيب حق فقره معينه ما ودك مثلا تسمع سوالفنا اللي بالبدايه تبي تسمع حق مثلا ارائنا عن الالعاب اللي نتكلم عنها ومو هامك مثلا اسئله المستمعين ولا هامك مثلا الاخبار. شوف تحت يعني تحت كل فايل تحطونه تكتبونه انه فرضا من دقيقه كذي راح يبلش الفقره الفلانيه الفلانيه نحاول نساعد المستمع انه يوصل حق المعلومه اللي يبيها حتى لو كان جزء من الحلقه بس والباقي مو مهم. فان نقصر الحلقه طول الحلقه يعني نعتذر هذا مو ستايلنا. اي هذا بالضبط كلش مو ستايلنا. احنا نتجمع مره بالاسبوع فاحنا نبي هالمره بالاسبوع هذه تنحسب
لنا واحنا قاعد نستانس فيها. احنا مستانسين بالضبط. فعندي انا اسجل 3 ساعات مستانس سوالف وضحك وغشمره وتجارب وهذا، ولا ان اسوي حلقه اظلمك انت كمستمع، اظلم المعلومه اللي انا قاعد احاول اوصلها يعني دقتها. على بنا بسرعه بسرعه، على بنا بسرعه بسرعه، يلا بسرعه بسرعه بسرعه. فهذا ستايل البودكاست. وهم يمكن يعني مع وجهه نظر ان انت الحين الواحد اللي يبي حلقه اكثر يقدر يقصرها، بس اللي يبي حلقه طويله ما يقدر يطول. بالضبط، هذا سويته قصيره. بالضبط. فيعني اغلب الناس او يعني اتوقع اللي يسمعون حق البودكاست الحين متعودين ساعتين وطالع. ايه. فالاخ اللي كان يبي يسمع حلقه اكثر خليه يسمع المقطع الاكثر. ايه بالضبط، اللي يهمه احنا نحاول كثر ما نقدر نسهلها عليكم ان نحط لكم التايم لاين. شوفوا التايم لاين راح تلقونه بالدسكربشن، سواء قاعد تطالعون الفيديو باليوتيوب راح تلقونه بالدسكربشن او بالموقع راح تلقونه بالديسكريبشن هم او بالبوست عفوا. وهم بعد لما تسمع بودكاست اب يعني مثلا الابل بودكاست او مثلا بوكيت كاست راح يسحب هالمعلومات هذه كلها ويحطها بالبودكاست ابسود ديسكريبشن، راح تلقون في تايم لاين. سو سكيب اذا انت مثلا تحسنا بطيئين بالكلام او شيء تقدر تسرع دبل سبيد مثلا، عرفت شلون؟ اسمعنا وانت قاعد تلعب فيديو جيم مثلا، اسمعنا وانت بالسياره عندك رحله طويله مثلا مشوارك للدوام شوي طويل بالزحمه، هذا لا هي نفسك بالبودكاست يعني. بس احنا مستحيل نقصر طول الحلقه يعني، هذا ستايلنا. او مثل ما قلت انا بالبدايه لا لا كان بكل احترام طبعا كان ناشف وايد. لا لا بكل احترام يعني انا ما ودي ارد اجاوب على هالسؤال هذا مره ثانيه لان هذا يخالف يعني ستايل، عرفت شلون؟ عموما نروح السؤال اللي بعده كان شنو بخصوص المقاطع الفيديو. ايه كنا الوقت. ايه الوقت 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 الباب. عندنا عبد الرحمن طارق يهلا يقول السلام عليكم شباب الجي جي، شخباكم؟ ما ودكم ترجع العاب البي سي القديمه ناس جاز جاك رابت كابتن كلو بلاد بهيئه محسنه، وخصوصا لعبه بلاد تكون رجعتها مثل دوم، ذكريات الطفوله وياهم اضافه لسونيك وماريو وباقي الطيبين. ادي العاب قديمه بس مع موجه الاخبار اللي صارت يابتهم معاها. شوف انا يمكن ما في يعني مكانه عندي بالنسبه حق لعبه جاك رابت جاز جاك رابت وكابتن كلو، بس بلاد يا الهي بلاد شنو هذا؟ انا ما اذكر. انا شوف هم موجودين على ميجا ولا لا ما ادري اذا موجوده على ميجا. انا اخر يعني اقول لك لا 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 هذول العاب بي سي، انا اعرفهم ان العاب بي سي هذول. انا اقول لك اخر شيء لعبت اميجا ف من ذاك الوقت ما بلود لعبه اسمها مو غريب لعبه رعب وتجيب لك تحطك بمواقف بيخه. عرفت المواقف اللي تكرع عمرك. وانا مبتدر فيني احب العب الرعب وايد. انت مبين عليك. ايه الشباب يسوون فيك دقات بعد. ايه فافلام يعني. بس انه ترجع ليش لا؟ انا بالعكس اشوف انه في وايد شغلات قديمه قاعد ترد، ويمكن هذول يكون منهم يعني. ما في كل شيء، ما لا تستبعد شيء يعني. السؤال هذا وايد انترستنج من ناحيه انه ما ادري مؤخرا سمعتوا عن لعبه هذا مش طاري شنو اسمها ايون ستورم او شيء كذي اسمها. في عندك شيء شوك في السيستم شوك. الشوك الحين امورها الحين مصيبه اي حد. بس خلص سيستم شوك. انا اعطيكم شيء بط حد. دش الشانل مال ديجيتال فاوندري مسوي مقابله حق مع المطورين حق لعبه اسمها ايون ستورم او شيء كذي. زين فكرتها ان مصممينها بالكامل عن طريق انجن قديم، لانجن نفس الانجن اللي مسوين فيه دوك نوكم 3 دي واظن نفس يعني عرفت الالعاب اللي بهالعصر هذا. انا الصراحه طليت بالموفي. انا اسوي فور حق ديجيتال فاوندري بس اول ما شفتها كان اقولها لا هي مو للكل. انا ما راح اقول لك انا الحين روح العبها، لان هذه اول شيء تحتاج انك تكون شخص معين عاش التجربة. اوكي انا كنت منهم بس هم مو متشجع اني اجربها لان ماني خلق العب العاب كذي يعني. بس الانترستنج فيه ان شكل اللعبه شكليا تحسها فعلا مسوينها من ذيك الايام بس اتش دي. زين ومستخدمين تقريبا نفس التولز اللي يسوون فيها كانوا العاب ايامها. انا ابي اشوف العاب تسوي هالستايل هذا اكثر، او العاب تستخدم ستايل البلاي ستيشن 1 اكثر. نفس اكو لعبه اسمها سنيك لعبه شنو لعبه سنيكينج
كانت ستوب سنيكينج او شيء كذي نازله هم على السويتش او بتنزل على السويتش شيء كذي زين دونت ستوب سنيكين كنا اسمها ستايلها كانها مثل جير سوليد 1 على البلاي ستيشن 1 بس انه طبعا على على انظف عرفت فانا احب اشوف كذي هالايام ان لعبه تاخذ ستايل معين ايكونيك قديم ويصممونها بشكل متقن بعصرنا هذا اكثر من ما انه والله اوكي اشوف العاب قديمه او فرانشايزز قديمه ترجع مره ثانيه بالعكس شغله حلوه لان في وايد ناس يمكن طافتهم بس شلون تسوي لعبه نفس دوك نوكم بعصرنا الحين الكاركتر هذا doesn't work بفتره بعهدنا هذا يعني اعطيك على سبيل لازم يغيرون فيها اي يعني يعني الفكره بس بلود صراحه لو الحين تنزل برضه بلود الاكسبشن الوحيد والله شبه الوحيد ما ادري ليش بلود 2 احس تركت بصمه ايامها بس مو الكل قدر يلعبها انزين احس يعني مو يعني ممكن على طقه ذا داركنس اعطاني نفس شعور بلود 2 انزين بس بنفس الوقت في فرانشايز صعب احس اوكي دوم مش نصرت ولفنشتاين ايش نصرت والله ما احس صعب تسوي دوم بالطريقه اللي هم سووها وقتنا هذا وتطلع حدها قويه بس هو انا ما ادري من وجهه نظري يعني ادري انه ما افهم بهالسوالف بس ان احس ان هذا اذا تبي يصير راح يصير من الانديز ان ينزل لك لعبه لو بجت نفس ما قلت شيء الرسم والهذا نفس الطريقه القديمه فما تحتاج تيم كبير تنزله ضرب على البي سي نزله على الاجهزه إيه لا ممكن خل عاد اصلا ما دام بي سي جيمز حتى ما يحتاج تنزل على الاجهزه فاحس ان تيم صغير يقدر يسوي لك شيء نفس البي سي القديم يمكن في ناس عندهم نوستالجيا يشترونها وفي ناس يبون يجربون ف اتوقع عندي احسن حل حق هش يعني هالمشكله انه شوف يس اند نو انا احس مثلا يعني اوكي علشان تسوي شيء نفس عشان تسوي شيء نفس دوم او ولفنشتاين بالطريقه اللي الحين قاعد يسوونها احس صعب عندي يسوي الا لا ما هذه النقطه اللي انا اقول يمكن هي يعتمد على الفرانشايز يعتمد على السكوب مالك عرفت اوكي تقدر تسوي دوم بطريقه الكلاسيكيه انزين نفس مثلا اين ستورم الحين هذه اللي قاعد اقول لكم عنها زين تقدر تسوي بطريقه كلاسيكيه بس هل لها ابيل مو هذا هو انا اقول لك الايرلي اكسس والانديز ياخذون الريسك صح اي اذا تبي تسويه هاي بادجت صعبه الشركات الكبيره تاخذ انا عشان كذي انا ارشح او ارجح يعني بالنسبه لي افضل ان يسوون اي بيات جديده باللوك القديم ايوه هذا اللي انا قاعد اقوله اي بي جديد اقصد يعني انه شيء كلش جديد إيه؟ بس بالستايل القديم إيه؟ من رسم من لان صدق انا احس مثلا دوك نوكم حاولوا بالدوك نوكم فور ايفر اللعبه هذه اللي توك فور ايفر على ما سووها بس اخر لعبه دوك نوكم سووها مودرن يعني كانت فاشله لحظه انا ترى مخربط من بلود الظهر واللعبه الثانيه هذه لعبه فيرست بيرسون طلعت لا بلود كان في بعد لعبه ثانيه بلود صار كان فيرست بيرسون اكشن لحظه فيرست بيرسون بس مو الرعب كانت اي تقريبا كانت شوي مو رعب يعني هي مو رعب مظلمة حق بيشو اي هو حده صمتنا زين بس انه مثل ما قلت يعني انه هالالعاب احسها يتسوي اي بي جديد باللوك ذاك احلى من انه تشوف لك حل حق انك تجيب الاي بي القديم هذاك بعهدنا هذا اللي يمكن يصير صعب انه يعيش بالكلتشر مال الجيمنج الحين عرفت قلت لك اللي بيسوي لعبه دوك نوكم جديده صدق شيء صعب يعني ايامه كان هبه اللي يتنازع على افلام الاكشن بالثمانينات عرفت اوكي الحين من يسوي كذي حتى افلام الحين ما يسوون كذي انا بس اقول لك فرضا يمكن الحين ينزل فيلم دوك نوكم يضرب بافتراض ان هذا الفيلم الجديد بافتراض انه ضرب او ناس استانسوا عليه ايه تعرف اللي شوي ترد الهبه لان الحين لو طالع ترى بكل شيء تقريبا من فاشن من موفيز من جيمز سالفه ان ترد حق الستايل القديم يعني وايد موجوده من ريترو جيمز تصير افلام يعني الحين ترى وايد شغلات ردت يعني تنصدم بس ردت شغلات. بمنظور جديد يعني مثلا اقرب شيء انا اذكره فيلم جومانجي 2 وايد غير عن جومانجي 1 وايد غير اوكي مبدا نفسه ولكن شوف جومانجي 2 ايبادات وايفونات وما ادري شنو جومانجي 1 بورد جيم يعني
الفكر مختلف جدا. صح. يعني خلوا هذا حق المودرن ايرا وهذا حق ايامه. تعال سوي شيء نفس هذا بايامنا هذه. والله من يلعب بورد جيمز. هذا من الشغلات الغريبه. هذا هو. عموما سؤال انترستينج يعني. عندنا عبد المجيد عبد الله. يا هلا عبد المجيد. السلام عليكم شباب. عليكم السلام. ان شاء الله انكم بخير وصحه وعافيه. الله يعافيك. اذا كان الجيل الحالي يوصف بجيل الريماستر، فهل سيكون الجيل القادم جيل المقالب؟ كان المطورون سيحاولون صنع عناوين جديده فنسبه المخاطره عاليه. ولنا بلعبه لصوص البحر سي اوف ثيفز مثال واضح على ذلك. اوكي يعني هل النيو اي بي صارت وايد صعبه ان تكون ناجحه يعني فكلها يعتمدون على ال لا انا اعتقد هالجيل هذا جيل السيرفيسز جيم از سيرفيس. هذا اللي قاعد هذه الهبه اللي قاعد تصير الحين ان لعبه دائما متغيره عرفت أي. يعني اللعبه اول ما تنزل غير عن راح تكون مختلفه جدا بعد سنتين اي هذا اللي إيه قاعد تحاول تسوي هذا اللي وايد شركات قاعد تحاول سوفت سي اوف ثيفز يوبي سوفت يعني مايكروسوفت بسي اوف ثيفز و يعني العاب ثانيه دستني بنجي بدستني ستيت فايتر كابكوم ستيت فايتر والحين مونستر هانتر وورلد يعني هذه الالعاب اللي هذا الهب الحين انه اوكي تنزل لعبه بعدين سبورت فتره طويله تغييرات جذريه جي تي سبورت صار سيرفس يعني يبونك تلعب لعبتهم اكثر وقت ممكن عرفت شلون بس انا في شغله بس ريماسترز للأبد راح تشوف ريماسترز لأنهم يبيعون وبنفس الوقت يعطي مجال حق إنه أنا ليش أحب ريماسترز وأحب ريميكس لأن أعتبره جيم بريزرفيشن إنه لعبة إيه يحافظون على اللعبة بأحلى شكل ممكن وتقدر تلعب اللعبة بأحدث وسيلة ممكن يعني مثلا شاد أوف ذا كولوسس الريميك هذا الجديد يعني إبداع كبتير توب تير بمعنى الكلمة يا بولك اللعبة القديمة مثل ما هي محسنة بشكل خيالي أنا أعتبره نوع من البريزرفيشن إنه نوع من المحافظة على اللعبة أساسيات على أساس اللعبة يعني باكر لما بالمستقبل لما 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 تيجي تبي تلعب اللعبة هذه عندك طريقة سهلة إنك تلعبها وأحلى شكل حقها عرفت فأنا ما عندي مانع إن الريماستر والريميك يكمل بالشكل اللي هو فيه الحين شرط انه ما ياثر على تطوير الالعاب الجديده للاسف الالعاب الجديده وايد منها ما تقدر تثق فيها ثقه عمياء وقت نزولها لان ممكن تكون شيء جدا مختلف عن اللي تتصورته نومان سكاي ابرز مثال من الامثله اللي واجهتنا هالجيل هذا لعبه صار لها اوفر هايب لمده سنين نزلت ايرلي اكسس ومن الامثله الزينه هورايزن فرانشايز جديد شيء بس هم بعد وايد حلوة بس هورايزن مو بالفكر التقليدي حق صناعة الألعاب لعبة نازلت لك كاملة فيها بداية ونهاية عرفت ووتشر نفس الشيء لعبة كاملة فيها بداية ونهاية أي شيء تالي فوق البيع ووتشر أو عفواً ديستني لعبة ما لها ماكو شيء اسمه هي بالأساس لعبة فوق البيع عرفت شلون بنزلك لعبة فيها مثلا كميه من الساعات من المتعه وبعدين راح يجبرونك ان اوكي يا تشتر عشان تكمل وتستمتع واحنا بين فتره وفتره راح نحط ايفنت وراح نسوي لكم ما شنو ننزل باتش في بينزل جو فاست وهم الناس معصبين عليه بنجي صايرين مو عارفين وين يصدون صح زين ف بس عفوا في كلمه قالها ان مقلب يقول الالعاب المقلب هني صعبه تقولها يعني انا فرضا ريمبو سكسيج نزلت مشاكل صح اول ما تنزل مقلب بس الحين اللعبه الكل يحبها بالضبط لانه سبورت قوي بوست ريليس سبورت كان وايد قوي صح عرفت شو الناس شو تبون شنو ناقصكم شنو اللي مزعلكم يلا هاكم صلح في العاب فاتها القطار اي ناس مثلا شوي ديفيجن تاخروا فيها تاخروا بتصليحها وتعديلها اوكي احنا سبورتد ولكن اوكي يلا الحين قاعد يسوون انتم عرفت فور اونر شلون السيزون الثالث ما ادري السيزون الرابع الحين ما ايش كثر بس انه يعني سبورتد بقوه عرفت هذا التوجه اللي صاير
في معلومه بسمع عليه على هو قاعد يقول ان جيل ريماستر ما جيل ريماستر. ذاك اليوم سمعت معلومه وايد عجبتني اللي يقول لك من الشغلات اللي خلت الريماستر وايد زيد الحين، يقول لك الجيم ديفلوبمنت وايد صارت اصعب ووايد يعني تاخذ وقت، وما تقدر تدخل واحد تو جديد على لعبه قويه. فشنو اللي يسوون؟ يسوون لك هذا يعني نفس تيم او شيء يخلونه يسوي ريماستر عشان كنا يعني شو اقول تهيئ تهيئ تعليم اهله انه يدش على العاب جديده. هذا كلام صحيح، وراح تلاحظه اكثر شيء بلونش جيل جديد من الاجهزه. ايوه على اساس انه والله اوكي من البلاي ستيشن 3 سل اركتكتشر شيء دايخ مو دارج صعب البرمجه عليه، فجاه انت قاعد تبرمج على شيء يشبه البي سي وايد. اوكي عندك ناس يعرفون يطورون على الانفايرمنت هذا، تعرف ناس يستخدمون التولز الادوات اللي تتطور فيها حق كمبيوتر عشان تطور فيها حق بلاي ستيشن واكس بوكس 1 ياخذ وقت تدريب. هذا هو اي فميك سنس. بس بدايه الجيل الحين راح تشوف في استديوهات طلعت تخصصها ريماسترز. بلو بوينت بلو بوينت تخصصهم ريماستر، والحين مشروعهم الجاي قالوا راح يكون راح تكون ريماستر حق لعبه وايد كبيره او ريميك تقريبا شيء كذي. إيه؟ اكبر إيه؟ اكبر من شادو اوف ذا كولوسس. انا الحين حاس انها راح تكون مثل جير، عرفت شلون؟ صدق ما ادري حاس قلبي حاس زين بس انه اي مثل جير فيهم. في ناس يقولون دارك سول، ما اعتقد لان الحين نزل ريماستر دارك سول او بيزل ريماستر 5 بيزل عفوا ديمون سول. ممكن في ناس لها خبط لان تو اهم قالوا ان السيرفر مال ديمون سول اي وناس سووا برايفت سيرفر. تبي يلعب هاك خذ دي ان اس والعب برايفت سيرفر ناس مسوينه اوريدي. بس انه اقصد انه شنو في ناس تخصصهم هالشيء وفي ناس يحتاجون يسوون هالشيء علشان يعني اول شيء انه طريقه سهله يردون يبيعون العاب قديمه. صح. الشيء الثاني انه تعلم، يعني راح تشوف وايد العاب قديمه الحين قاعد تنزل على السويتش لان الناس قاعد تتعلم شلون تطور على السويتش. لما اغلب الاستوديوهات خاص يستقرون بالتطوير راح تشوف العاب جديده على السويتش اكثر. بس تاخذ وقت. فمعناته بالنهايه ترى ممكن سيف اوف ثيفز يمكن تتعدل يمكن ما تتعدل، على يعتمد على ايش كثر المطور غير ايش كثر يبون ايش كثر يشتغلون ويجيبون الحركات الصح اللي تخلي الناس ترد تلعب اللعبه. بعدين انتشار ثقافه الايرلي اكسس شويه خربت امانه، يعني الايرلي اكسس الزين فيه انه يخليك تشوف اللعبه وهي تتطور مراحلها من بداياتها الين ما تنزل اللي هي قولتهم فيرجن 1.0، عرفت شلون؟ بس بنفس الوقت عطت مجال حق وايد شركات ان تنزل العاب بشكل يعني يعتبر وايد مبكر عليها. هم الظاهر ضغطوا رير والظاهر كان في مشاكل داخليه، ما ادري اذا قريتها بريدت يعني يعتبر شيء لا شيء من الواقع يعني كحقيقه، بس الظاهر كان في مشاكل داخل رير اخرت بالموافقات على بعض الاشياء اللي كان المفروض تكون باللعبه. وطبعا عندك الضغط اللي من الاداره اوكي لازم تنزلون شيء، ترى احنا يعني معروف اكس بوكس هالسنه وضعها سيء من ناحيه فيرست بارتي ريليسز، عرفت شلون؟ ماكو وايد العاب. فالجهاز قام يبيع مع نزله الاكس. سي اوف ثيز من متى اعلنوا عنها؟ يلا نزلوا شيء. والجيم باس احس فاد اللعبه وايد وايد وايد، يعني المليونين يوزر باللونش اعتقد في نسبه منهم اتوقع كبيره دفعوا $10 حق الجيم باس عشان يجربونها. انا كنا مره منو اللي قالها؟ كنا ما ادري اي بودكاست قالوا ان كنا في 40% منهم جيم باس، وهذا ترى شيء وايد زين لان جيم باس اول شيء راح يمشي لهم السيرفس مالهم. صح. الناس اكثر تشجعهم انه يجربون. ثاني شيء هي لو ريسك انتري حق شيء ما تدري راح يعجبك ولا لا. اي بالضبط. عرفت؟ وهم مثل ما قلت انت الحين فكره يعني جيم از ا سيرفيس، اذا انت تشلبت باللعبه خذيت يعني مسكت يعني او خلينا نقول اللعبه تلبت باللاعب تخليه يلعب فترات اكثر فيبقى بالجيم باس. يبقى بالجيم باس يبقى حسب المده اللي يحتاجها، يعني انا مثلا ممكن ما العب هيلو للابد مثلا، بس هيلو 6 نزلت جيم باس انا الحين بلعب الكامبين وبلعب شويه مولتي بلاير وبعدين بقطع اللعبه برجع لها بعد 3 اشهر. فانا اشترك شهر ب $10 لعبت اللعبه ب $10 استانست لعبت شويه مولتي بلاير قطيتها بعد شهرين ثلاثه اوه اشتقت حق هيرو مولتي بلاير بس اللي راح ادفع $10 عشان بس. يعني يعتمد انت اللعبه تبيها حق شنو، تبيها تقعد عندك للابد وتلعب وحالتك حاله ولا تبي تجرب شيء لو ريسك. سؤال شوي ما علي انا بكسر بس الجيم باس يا في دي ال سيز ولا لا؟
المفروض يعطيك التجربه الكامله المفروض المفروض بس مو النوعيه ما عندي الاجابه ما عندي الاجابه بس المفروض يعطيك التجربه الكامله حق اشترك لان فرضا لو لعبه فرضا نفس ديستني تصير بالجيم باس فرضا بعدين يقول لك احنا نزلنا اكسبانشن هل لازم تشتري اكسبانشن ولا بتصير من الجيم باس ما صار في لعبه فيها هالشيء للحين ما ادري بس اتوقع علشان انت ماخذ اشتراك فالمفروض يعطونك كل شيء شيء كامل هيلو جيرز اوف وار خلوا الخرائط ببلاش صح الكوست مالها كان مايكرو ترانزاكشنز كوزمتيك الامور هذه يعني على كاردز ما ادري شنو عرفت شلون عشان يخلون الخرائط ببلاش فانت اذا داش حق الكونتنت راح تاخذ الكونتنت كامل ولكن اذا انت داش حق شيء ما تدري اكسبانشن ما اكسبانشن فيه اكسبانشن حق تاخذه ولا هذا اللي للحين ما حطوا ما في كيس فعال حق هالشيء يعني اتمنى ان جاوبنا على سؤالك بس يعني انا شخصيا مو ضد الريماستر اذا هو يحافظ على اللعبه باحسن شكل ممكن اقدر ارجع العبها بطريقه حديثه حلو تمام عندنا وليد يقول لك جي اشتقت اشارك معاكم ولكني ما زلت مستمع مخلص ايش هي اكثر كذبه تبغاها تتحقق اكثر شنو اكثر كذبه تبيها تتحقق يعني ضار من كذبات كذبه تبريل فيقول عن نفسي اللي هو في اكاونت بتويتر اسمه كيميشيما زين اللي هو ات ريل اندرسكور كيميشيما يعني احنا صدق يعني ترى مو اصلي وطبعا كلام ياباني وايد وحاط لك لينك ومكتوب نيكست ريبوت وحاط لك الصوره بوكيمون دايركت بتاريخ 3/4/2018 يعني بعد يومين من اليوم في دايركت حق نيكست ريبوت حق بوكيمون ريبوت يعني الظاهر حق رد وبلون يكون الريبوت خلاص وهل قصده بالسؤال انه كذبه صارت شنو في كذبه لا كذبه ما ادري هو ما حدد اي سنه يعني كذبه من الكذبات اللي حطوها ودك تصير صج اي سواء هالسنه هو ما حدد اذا بس هالسنه او السنه اللي طافت هالسنه ترى احس مو واو نفس السنين طافت او يعني. انا ما مرت على اليوم انا كنت منقطع عن النت ما صارت الفرصه اني اشيك يعني انا شفت بعض الاشياء ما كان يعني في شيء واو يعني يمكن ما السنه اللي طافت لو سال هالسؤال كان قلت لك هذه فايتنج اكس لاير لعبه الفايت هذه اللي شكلها لعبه صجيه يلا سووها عرفت ابي اشوفها على حتى لو تطلع مو حلوه ابي اشوفها ابي تصير واقع عرفت وفعلا صارت واقعيه انا اتوقع هذا اقرب شيء يعني كشيء تمنيت انه يصير صجي وكان ماكو شيء كان في كذبات بريكات حلوه يعني اللي كان ودنا انه صج تصير اقوى كذبه وصارت صج اكوما اكوما بشنو اول ما بلش كان كذبه تبريل صج يعني اذا ماني غلطان صج بدنا التكن يعني يحطونه لا 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 شو اسمه اول اكوما اول مره لا كان شنلونج اللي هو جوكن المفروض يعني او يعني وقالوا انه طلعت مجله اظن كانت اي جي ام يمكن نسيت اللي يقول لك مو ريو يقول لك ماست ديفيت شنلونج تو ستاند ذا تشانس لما يفوز عليك زين فقال اوه شنلونج هذا شخصيه سريه وحطوا صوره بالمجله انه يطلع واحد شيء شكله كنا شخصيه باللعبه وتباري ولازم تسوي كذي 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 عشان تباري شكلها كذبه تبريل ومشت على وايد ناس ايه هذا اذكر كانت يعني من الاشياء ليجندري يعني ام اتذكر حيل قديمه طبعا انا ايام قبل اكوما كانوا حاطين اذا ماني غلطان جيم برو ايام قبل كانوا حاطين ان تقدر تطلع بريزنت ايفل 1 دايركتور سكوت ريزنت ايفل 2 انا اذكر شفتها صدق انا اتذكرها 1 ريزنت ايفل 2 كنا ريزنت ايفل 2 مع توف وهانك وما شنو في اكوما بعد صدق انا اتذكرها لان اذكر الصوره بالممر الاول تذكره عين كان لا لا مو السلاب مال الزومبي صوره ثاني انا يمكن ما ادري انا هذا اللي اذكر هذه اي كان انه يطلع خل هذا في اكو اللي مال التوم ريدر لا انت غير اوكي لا تكمل سوي كذي وسوي كذي وما ادري شنو ورقص مكارينا ونط مكانك وتعلق بمكان صعب ما ادري شنو علشان يصير اللي تبي عشان لبسي من غير هدوم نعم نسيت مجله والله كانت شنو جيم برو يمكن بعد جيم برو هي الفسق الفجور اكوما وتوم ريدر
خيام. اوكي. بعد عندنا حمد. الاقرع العجيب. يقول هل سرعة الالعاب عندنا بالمنطقة تنمو بالسرعة المطلوبة؟ سرعة الالعاب شو؟ صناعة الالعاب. صناعة الالعاب تنمو. هل تنمو عندنا بالمنطقة تنمو بالسرعة المطلوبة؟ اتوقع لا. لا بس قاعد اقول يمكن موازر. انا قاعد اقول ان يمكن اي بس مو مبينه، مو ما في خلينا نقول اعلان واضح حقهم عشان الناس تدري عنهم. انا احس ان في ناس قاعد تشتغل كم عددهم قليل بس هم بعد ما حد يدري عنهم. شوف تبي ناس قاعد تشتغل وتسوي شيء كواليتي، ولا تبي الناس تسوي تشتغل وتنزل اي شيء على الاب ستور؟ في فرق. زين لازم تكون في بدايات يا يعقوب. ما عندي مشكله، ما حد يقدر يدشتي على طول بس يعني بنفس الوقت يضلون شويه. اي يعني الحين في بوادر تعليميه حلوه. توه كان في ايفنت مسوينه بالسعوديه بس نسيت والله، يمكن بالرياض، نسيت والله اي منطقه، اللي مجموعه مانجا برودكشنز ولا والله نسيت شنو اسم المجموعه، يمكن اسمهم مسك برودكشنز والله نسيت. انا مانجا مره سمعت. المهم جايبين سكوير اينكس يون يسوون توك حق المطورين المستقلين اللي موجودين بالمنطقه. نايس. زين يوشدا كان موجود. زين مال سكوير مال فاينل فانتسي، مخرج فاينل فانتسي 14، التيم مال فاينل فانتسي 14 الكي ممبرز كانوا موجودين كلهم، قاعدين يشرحون حق المطورين السعوديين والعرب يعني اللي كانوا موجودين، انه والله شنو المراحل اللي احنا سويناها علشان ننجز الشيء او التاسك الفلاني احنا سويناه بلعبتنا. يو سووا سلايدات وكل شيء وبرزنتيشن والحكي هذا وركشوبس، وروا العابهم حق سكوير اينكس. يعني عندك اسعد اللي يسوي لعبه كات مانر قاعد وياهم، قاعد شفت طالع صور الشباب قاعدين يحطون سلوهم بوست يعني، فقاعدين قاعد يشوف يعني قاعد يوريهم لعبه كات مانر جربوها لعبوها. ما ادري اذا شفت مال محمد اللي مسوي لعبه باديه، ما ادري اذا كان موجود بالايفنت ولا لا، بس يعني مبين انه قاعد يصير في مينجلينج، يعني قاعد يصير في اختلاط بين الفترنز اللي هم المطورين الكبار اللي موجودين بالاندستري بشركات كبيره مع المطورين المستقلين الصغار. فهذا راح يعطي فرصه ان يكتسبون معلومات حلوه وقيمه من الخبرات الكبيره هذه. ايش كثر راح تشوف تاثيرها وسرعه تاثيرها؟ انا اتوقع راح تاخذ وقت. يعني بعدنا تو النص، في بوادر حلوه قاعد تطلع بس ما اشوف وايد في اشياء كواليتي اولا، ثانيا ما اشوف وايد اكزامبلز حلوه. حلو. عندنا بس ما علي نقول حق حمد مكانك كبير. كافي كرسي هني فاضي. تعال حمد سوي تليبورت. تليبورت. I will take care of you. جوكو. الحين هيد بحس بالباور ليفل مالنا وينا تليبورت. عندنا جوبا. هلا. يقول السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام. هل يعتبر فشل أو خسارة خسارة للعبة مثل of Sea of Thieves لمايكروسوفت تعطيك اللعبة مجانا إذا شريت إكس بوكس؟ لأني ما تخيل سوني تعطيك Last of Us أو God of War مجانا مع الجهاز إلا بعد فترة طويلة جدا. مايكروسوفت يقدرون يسوون هالشيء بألعابهم الفيرست بارتي، ممكن يخاطرون هالمخاطرة هذه، بس هم أصلا معروفين مايكروسوفت يبون يكسبونك أنت كزبون تدخل الإيكو سيستم مالهم بأي طريقة. يعني أوكي يسوونك بندل أخذ معاه لعبتين، أي لعبتين. زين بالنسبه لهم هم اول شيء يقدرون ياكلون هالخساره هذه، عندهم فلوس وايد، ما تعتبر اعتقد خساره كبيره بالنسبه لهم، ولكن هم هدفهم انه يدخلونك الايكو سيستم مالهم، انك تشتري من الستور مالهم تلعب بجهاز وتصير انت زبون، يكسبونك من ناحيه سيرفيس اكثر ما هو ان انت صرت مالك حق جهاز اكس بوكس. عرفت الهاردوير يهمهم ان شنو السوفت وير راح تشتريه بالمستقبل، شنو الاشتراكات اللي انت ممكن تشتركها بالمستقبل، فيكسبونك انت ويطلعون منك فلوس بهالطريقه احسن لهم من انه والله يهتمون من بامور المبيعات. عشان كذي قاعد اشوفهم هم يقدرون يخوضون هالحرب هذه مع البي سي بعالم البي سي بنفس الوقت، يدخلون البي سي والاكس بوكس نفس الوقت. اوكي جيم باس تشتري تستفيد منه هني وهني، عرفت؟ اكس بوكس تشتري تاخذ العاب قديمه والعاب جديده، المهم ان انت قاعد تلعب على جهازنا، قاعد مشترك بالسيرفيسز مالتنا، قاعد تشتري العاب من الستور مالنا، هذا اللي يهمهم اكثر من انه والله اوكي انا ابيع عليك الجهاز مع لعبه توها نازله. ما يقدرون ياكلون هالخساره هذه عادي. وهو بعد مثل ما قلت يعني من الشغلات الموجوده ان
الحين سوني تسويها ونينتندو ما تسويها، بس اكس بوكس تقدر تسويها، ان انت اي لعبه فيرست بارتي اذا حطيتها باندل ويا جهاز داونلود من تخسرون ولا فلس، شريط مالك مو يعني لا سويت برنت ولا سويت يعني، بس هذا لا يعني اللعبه اللعبه ملك سوني ملك ايه؟ مايكروسوفت الام، عرفت يعني ايه؟ عكس من اوكي لما مرات تشوف في باندلز مثلا يحبون يسوونها مايكروسوفت مثلا مع اي اي، يلا بندل فيفا، يلا بندل مدن، اي بس هذه تكلفهم تكلفهم ما يسوونها كثر العابهم الفيرست بارتي. ايوه لان فيرست بارتي لان هم يملكون الشريط فما راح يقطون فلوس عليك بالتعاقد، مو خساره خساره اللي يعني عشان شيء يقدرون ياكلونها عادي. بس اهم مثل ما قلت هم بالنسبه لهم الحين ما راح يحطون لك اللعبه داخل، راح يقولوا لك فرضا هاك هذا كود. شهر شهر دش اخذ الجيم باس او لا او كود كود اللعبه راح تكون كود انت لا معناته انت دشيت الستور عشان تسوي الريديم فشفت اشياء ثانيه اوه تشوف ثيفز دخلت الستور اوكي شنو هذا اللي انا شفته توه، يخليك تستكشف بشكل اندايركت عرفت، خاصه انا اقول لك الجيم باس الحين باس بعد مجاله اكبر اي انه يحطك تلعب شوف اسبوع ترى عندك اسبوع انت الحين امتى لعبه يلا شفت وايد، وخاصه اذا لعبت لعبه ما خلصتها ما مداني باسبوع خلص خل اجدد اشتراك شهر اي، وخاصه اذا انت حطيت كريدت كارد اغلب الناس ما يحتاج يكنسل جي ولا ينسى ولا او يصعبون التكنسل يعني مثلا عندك سالفه الاي اي هذا اي اي اكسس اللي على الاكس بوكس 1 يمكن اصعب سيرفيس تلقى الكنسل مالها اوف صدق. يعني في نص ما راح اكنسل ليش اكنسل اصلا وين اكنسل تقدر تكنسل بس عاد دور هذا الكاتش الاشتراكات بس الاشتراك $5 ما ادري ايش كثر تلعب العاب ببلاش من فتره فتره يحطون لك بالفولت مالهم ماس افكت اندروميدا الحين تقدر تلعبها بالاشتراك مثلا انا احس ان تفيدهم حق العاب السبورت انا لو في طريقه انا العب فيفا كل سنه من غير ما اشتري اللعبه مجرد اشتراك اخذ الليتست فيرجن كنا الحين اوفيس شلون اوفيس تشترك اوفيس 365 خلاص انت عندك اشتراك الحين سنه اوفيس 365 اي فيرجن ينزل اي ابديت ينزل اوتوماتيك عندك بالضبط عرفت انا ابي الالعاب السبورت تصير كذي سيرفيس ان اشترك العب كثر ما احتاج العب الحين انا ما العب يمكن سنه طول يعني طول سنه العب فيفا ابي العب فتره بين فتره وفتره اوكي $5 مثلا بالشهر انا قاعد العب فيفا ليتست فيرجن مثلا بس بالنسبه لهم هم ما انسى فيفا طلع لهم فلوس وايد فما يسوونها عندنا الحين تو بي هذا راح اقرا اول شيء بالانجليزي بعدين نحوله عطني انا اترجم ريل تايم طبعا شكرا لك انت اعطيتني تسليم انا مو موجود اليوم يقول لك مؤخرا شريت اركيد ستيك مع اتوقع ستيت فايتر 5 قصده المشكله ان انا ما اقدر اسوي ما اقدر اكنسل الحركات والتحكم وتحكمي يعني بطيء هل في اي نصايح عشان اقدر اتحسن باللعب يعني او بالتحكم بشكل عام نصيحتي لك براكتس افري God damn game every god damn day يعني صدق هذا الشيء تتحسن فيه مع التمرين بشكل يومي شلون انت تتعلم شلون تعزف جيتار انت ما تقدر تعزف جيتار تصير مام ستيم فجاه لسن 60 لسن 65 تشقح لسن 65 اللي خلاص تروح تعزف كونسرت لا ما يصير لازم كل يوم تتدرب جويستيك اركيد لان هي بعدين تصير مسل ميموري تصير شغله ايدك جسمك اوتوماتيك راح يتذكرها عرفت فانت لازم تتحسن احنا كلنا بلشنا بهالطريقه هذه انا ما صرت زين بالاركيد ستيك الا من بعد سنين وانا العب اركيد ستيك وطبعا غير ان انا لازم كان العب بالاركيد ايامها فانا قاعد ادفع فلوس عشان اتحسن عرفت بس الحين اركيد ستيك دش تريننج مود تدرب او مثلا اذا كنت قاعد تلعب لعبه فيها تشالنج مود نفس مثلا قلت جير او العاب ارك سيستم اللي يكون فيها كومبوز ما كومبوز سوالف هذه براكتس حلو ان تجرب هذيل وتتدرب عليهم فتره مؤخرا كان في لعبه اسمها اندر نايت ان بيرث ليت اكس اي اس تي ما ادري شنو المهم اخر فيرجن من اندر نايت ان بيرث او يونيل يحبون يسمونه كوميونتي فيها توتوريال مود يعلمك اساسيات الفايتنج جيم بشكل عام واساسيات اللعبه بشكل خاص فيها اشياء تعلمك بهالامور هذه شلون تسوي داش شلون تسوي كتوتوريال اي وايد 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 مفيد بنفس الوقت فيها التشالنج مود اللي يعلمك شلون تحسن الاكسكيوشن مالك شلون انت تسوي الحركات بس هي بالاخير
براكتس 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 براكتس. بس مو غصب تلعب اركيد ستيك، هذا اول شيء. تقدر تلعب بكنترولر توتالي فاين، تقدر تنافس بكنترولر ماكو اي مشاكل. اخذ النوع الكنترول اللي يريحك وكمل عليه. منت مجبور، منت ما راح تصير اقوى ولاعب احسن اذا استخدمت اركيد ستيك. بالضبط. دليل على هذا، شوف ستريت فايتر 5، دام انت قاعد تلعب ستريت فايتر 5 معناته انت يمكن قاعد طالع بطولات. شوف التوب بلايرز، نكل دو قاعد يلعب كنترولر، يلعب قايل كنترولر، دايجو قاعد يلعب قايل بجويستيك اركيد، اثنيناتهم من اقوى جايلز بالعالم مثلا. هذا الاثنين يلعبون نفس الشخصيه، كل واحد فيهم يلعب بكنترولر مختلف، مو معناته راح تصير احسن باركيد ستيك. فانت جرب الاركيد ستيك وبراكتس كل يوم، براكتس براكتس، ما في اي شيء ثاني اقدر اقول لك اياه انك تتحسن. جست براكتس، حاول تسوي الكوماند. اوكي، قول تحدى نفسك، انا بسوي هالكومبو هذا 10 مرات، ابي اجيب صح 7 مرات من 10 مرات. حاول انك تجيب التارجت هذا، قدرت تجيبه ارفع السقف شويه، ابي اجيبه 9 من 10 مرات من 10 محاولات ابي اجيبه صح، الين ما ايدك تاخذ. واذا كان كومبو وايد طويل، جزئ الكومبوات مالتك. مثلا العاب قلتي جير كومبوات تصير طويله، او تكن كومبوات تصير طويله، لا تحاول تسويه تفكر فيه كشيء كامل لازم تسويه بطقه واحده، لا جزئ. انا هالشيء هذا تعلمته بشكل وايد صعب من فيرتشوال فايتر. بلشت فيرتشوال فايتر ابي العب اكيرا، نعم اكيرا اصعب شخصيه تلعب تحكم فيها باللعبه. فتحتاج، اضطريت اني انا اسوي بريك داون حق الكومبوز مالته او الحركات مالته، اساس ان اقدر انا ايدي تلحق اني اسوي الانبوت ماله، لان في اشياء فيرتشوال فايتر على الفريم، عرفت؟ فجزئهم الى اجزاء صغيره وبعدين ركب، علشان شوي 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 ايدك تاخذ على السرعه وايدك تاخذ تتحسن وتضبط معك. هذه النصائح اللي اقدر اقدمك. في شيء صغير انه خاصه حق الواحد تو يلعب اركيد اول مره، لا ما ادري، احنا شوي يمكن ربينك غصبا عليك تلعب الاركيد اذا تبي تلعب لعبه جديده. ف في شغلة مسكة الأركيد، جرب كذا مسكة، يعني في ناس يمسكون مسكة اليابانية هذه اللي شنك ماسك كب مال دراكولا، اي انا تيل عصاية بين اصابعك، بين اصابعك، في لا اللي يمسكونها من فوق، من فوق هذه مسكتي انا. وخاصة في شغلة لاحظتها، في ناس يدد انه يبي يثبت ايده بس يبي يحرك الريست، اي معصم، اي هذه شوي صعب عليك الامور، فحاول شوي ان تاخذ ايدك كلها شوي. انا في ناس يحركون ذراعهم كلها، ايوه هذا غلط. لا بس اقول لك احسن، ما ادري انا بالنسبه لي ما ادري عن الناس، شنو في ناس بالبدايه على بالهم لما تحرك الجويستيك، لما تلعب بالجويستيك انت قاعد تحرك ذراعك كلها، فاهم علي؟ يعني انت قاعد تحرك ذراعك من صوب كتفك، وهذا انا اللي شوي احسه بالبداية يعردون وايد، عرفت؟ أي. فأنا أقول لك هو أهم مثل ما قلت أنه يسوي الشيء اللي يبي اللي رايحه قصدي. فأنا بالنسبة لي أنا معنا باد بلاير، ما ألعب أركيد وايد، بس لما ألعب أركيد أحس أن أحسن لي أثبت كوعي وأحرك الثنتين، المعصم أيوة والكوع، أن أصير عندي حركتين. صح، لأنك قاعد تثبت إيدك بهالطريقة. الصعب هالموضوع انه راح تحتاج طاوله، تحتاج شيء تثبت، حتى انت راح تقدر تكون. انا اقصد في ناس يحركون كتفهم كله، يعني يتهاوشون مع الستيك. هذا مو الطريقه الصحيحه. يعني في فيديوهات راح تلقونها باليوتيوب لو هاو تو هولد ان اركيد ستيك، زين راح تلقى تلقى في اكو واحد يشرح لك كل مسكه وستايلها وليش يستخدمونها. يعني مثلا انا تكن مسكتي غير عن لما على ستريت فايتر، يعني هذا اللعبة الوحيدة اللي مرات أحط فيها استثناءات. لما ألعب كازويا غير عن لما ألعب بلارس مثلاً. دوري دوري. إنزين في مسكة تصير ميكس بين اليابانية والستايل اللي فوق اللي أنا أحبها. إنزين يعني أحط الستيك بين الصبعين اللي هو الرينج فينجر والبينكي هذا اللي صغير اللي الأصبع هذا. فيساعدني حق الويف داشينج، عرفت؟ انت لازم تلقى لك المكس اللي يريحك، بس بنفس الوقت انت ما تتهاوش تتعافر مع الستيك. صح، مع التمرين مع البراكتس. انا اقول بس الشغله، لان انت لما تحط، انا اشوف بالنسبه لي انا اذا حطيت حركتين الريست والهذا اقدر اطلع سرعه اكثر، يعني خاصه مثل ما قلت الدوريه هذه احتاج فيها سرعه وايد. لما احرك الثنتين اقدر اسوي اكثر من لما بس تحرك مفصل واحد. اجين انا طريقتي انا
كل ما اسوي الشيء وانا كام هادي اقدر اتحكم بسرعتي اكثر. هي إيه لازم تجرب براكتس 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 لان انت تطيح على الستايل اللي يناسبك. بس ستريت فايتر حلو بلش فيها لان ستريت فايتر 5 سهله ك اكسكيوشن سهله. هو كاتب انه يلعب كامي يبي يلعب كامي اجن. ستريت فايتر 5 بشكل عام سهله. كامي مو صعب تلعب فيها اللي هي لعبه هي ستريت فايتر. اوكي دخولها سهل ولكن مايند جيم هو اللي متعب فيها عرفت. بس كنترول بلش بشخصيات سهله وحاول تتعلم الاركيد ستيك فيها وبعدين تفرع. حلو. عندنا اخر تعليق من عبد العزيز الصالح. يا هلا عبد العزيز. يقول السلام عليكم شباب لك الجي جي. عليكم السلام. تفضل. سؤالي ايش رايكم في العاب العالم المفتوح؟ ما تشوفون انها قاعده تتشابه في المحتوى من ناحيه المهمات الجانبيه بس عشان يعطونك سبب انك تحس في العالم بدون هدف مع ان القصه ما تحتاج عالم مفتوح مثال واتش دوغ والانوار. وايد العاب مقصده ان الالعاب تحسها مو مستغله المساحه. واتش دوغ والانوار مع ان واتش دوغ والانوار شوي يناقض نوعا ما كلامه. شلون واتش دوغز لعبه اوبن وورلد تقليديه بحيث ان انت قاعد تحكم شخصيه مشينات مقططه دار مدار ال وقاعد تحكي عن موضوع المهمات الجانبيه. اي والانوار صار ادفنتشر جيم فيها وايد من الادفنتشر جيم ستايل ادفنتشر جيم بس مو اوبن وورلد. يعني اوبن وورلد بس مختلفه مو طابع واتش دوغز. فهذه بحد ذاته هو قال مثالين حق العاب اوبن وورلد مختلفين عن بعض. ادري بس الجانبيه المهمات الجانبيه هو انه بس حط لك مهمات جانبيه لان بنحط لك مهمات جانبيه ما منها ذيك الفائده او اضافه حق القصه. تدري متى حسيت فيها انها قويه المهمات الجانبيه؟ لما لعبت ويتشر 3 اللي المهمات الجانبيه كلهم احلى من المين ستوري. مو كلهم اوكي كلهم احلى من المين ستوري. المين ستوري انت ايش قاعد تسوي؟ قاعد طارد قاعد تلعب يسمونه توم جيري دور وير سيري. هذا المين ستوري بس كل شيء جانبي. بلودي بارن قصته اح زين. الساحرات هذيلا اي الساحرات اح يعني هذا كله تعتبر اوكي جزء في جزء منهم يكون بالمين ستوري ولكن لما تتفرع كل ما تتفرع بوتشر راح تلقى اشياء جدا انترستينج جدا جدا انترستينج مع انه كوست صغير بس والله شنو في دبث عرفت. مو للاسف مو كل العاب فيهم هالشيء مو هذا ويكلف اصلا وايد احس يكلف وايد تسوي شيء كواليتي عالي كذي. مو يكلف لازم تكون فيها فكره ترى مش طبعا ما تكون مهمة تجاربية لازم تكون قصة عشان يلا تصير حلوة. يعني مثلا عندك صراحة زلدة بريث اوف ذا وايلد لما نسوي الشغلات الجانبية مستانس لان شنو في اللعبة اللعبة الاساسية هذا اجين نفس اكزامبل ويتشر. اللعبة الاساسية شنو ستوري مالها تخلص اللعبة بخمس دقائق بنص ساعة عرفت لان ما في مين ستوري بس سوالك اياها بطريقة انترستنج انه اوكي صدق ضافت لي شيء جديد بالجيم بلاي. يعني ويتشر ضافت لك شيء جديد من ناحية اكسبيرينس قصة. زلدة اكسبيرينس من ناحية الاستكشاف اعطاك عناصر الاستكشاف ما في ما في قصه. اي القصه الادفنتشر مالتك بس وايد صعب اللي سووه انه خلوها انترستينج طول الوقت مع انه ما في قصه ما في يعني الهدف معروف من بدايه اللعبه. قصتها مغامرتك انت بالعالم اللي هم حاطين لك اياه. شلون الذكاء اللي صمموه في العالم هذا على اساس انه وين ما تروح تلقى فيه شيء انترستينج. بس هذا ما تقلت متعب يعني يبي له ست شغل مطول. مو سهل مو سهل والله مو سهل يعني انت اسهل شيء تقدر تسويه يجمع لي خمس قطاوه يجمع لي تسع بالونات صيد لي 15 حرامي. هذا سهل تسويه لانه ما يكلف وايد واكتيفيتي زياده تخلي اللاعب يشوف زياده من اللعبه بس مو فن بالضبط. يعني سالفه انك تصعد تاور وتكشف الخريطه هذه خلاص بعد احس صعب جدا انه يسوونها بوقت الحين. يعني ستايل اساسن كريد القديم هذا وشادو اوف موردر و يعني حتى فار كراي 5 انا من اللي سمعته يعني مش قاعد اسمع شباب من كان قاعد يسولف يمكن والله لا كنا جاينت بوم زين قاعد اسمع بودكاستهم قاعد يقول لك انه اول مره يصعدون تاور وبعدين تعرف اللي لا ما راح تسوي ترى ما راح تسوي شيء مره ثانيه عرفت يعني كنا بيقطونها كنكته انه اوكي وير اوفر ذس احنا خلاص خلصنا من هالفكره هذه الفكر الحين ندور لنا طريقه نسوي لعبه اوبن وورلد تجذبك انك تستكشف اللعبه بنفس الوقت ما تمل من التكرار. انت مثل ما قلت انا هو يعني
تكلف وايد وايد وقت، لان يبي لك رايتنج، يبي لك فويس اكتنج، يبي لك ما ادري شنو، عشان مو شرط فويس اكتنج بس يعني يبي لك يعني مثلا 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 وهذا مو مثال متطابق وايد مع السؤال اللي سأله اللي هو مثلا العاب ياكوزا. زين العاب ياكوزا مو لعبه اوبن وولد، مو العاب اوبن وولد، هي اوكي خريطه نوعا ما كبيره بس حتى ما تعتبر اوبن وولد نفس مثلا جي تي اي وغيرها. بس شوف السايد كويست طابع مختلف جدا عن المين ستوري. المين ستوري سيريوس ودراما وطق ودم وما ادري شنو. السايد كويست انت راح داش تحدى واحد كاريوكي، ولا تحدى واحد يرقص بالشارع، ولا تصيد لك الحق واحد مثلا حرامي باق من عيوز، او مثلا انقذ قطوه متعلقه بما ادري وين. شيء مختلف جدا، سر سايق تاكسي بس اطبخ نودلز حق زباين. في شغله على يعني انه هو قاعد يقول انه متشابهين. هم انا اشوف ان الاوبن وورلد ترى مو من زمان موجود، ان من الجيل الفات بلش انه بشكل، لان التكنولوجيا تسمح لك تسوي شيء كذي الحين. فان يعني هم الشركات قاعد تعلم على شنو تقدر تسوي بحيث يكون شيء انترستنج. طبعا هو من قال الجيل اللي فات نقصد اللي هو الاوبن وورلد المودرن، الفكر المودرن حق تسميه اوبن وورلد، لان الاوبن وورلد بشكل كبير بلش بجي تي اي 3 بالبلاي ستيشن 2. بس اللي نقصد انه شكل المودرن انه شلون تطور الى شكله الحالي، شكله الحالي، واصعد تاور وبطل خريطه بس تعبيها ايكونز. هم شكله ما يشجع. اوكي انا برويت خريطه فاضيه فجاه والله ليش ها زين ليش انا بنقذ نفس الديايه بس هني راح انقذها بعد هني راح انقذها هني راح انقذها هني راح انقذها هني خلاص يعني سويتها مره مرتين ثلاث بعدين اوكي. انا اشوف فرضا لو تشوف العاب اساسن كريد هي احسن مثل ان تشوف شلون الاوبن وورلد قاعد يتطور. يعني المشكله ما لعبت اخر اجزاء فما اقدر اشوف. انا اقول لك انا بس اوريجنز تغييرات اللي سمعتها وايد باوريجنز انه وايد تعلموا من اللي شافوه من ويتشر وغيره من العاب الاوبن وورلد اللي غيرت بالفورمولا شويه، عرفت شلون؟ يعني خذوا بريك سنه من اساسن كريد بس شوف شنو طلعوا فيه. فاقول لك هو عموما في تطور يعني، والتكرار لازم يصير من الالعاب لان كل واحد ياخذ من هذا الافكار. لا تسوي لعبه اوبن وورلد كل سنه باختصار. بالضبط، لان اذا انت بتسوي نفس اللعبه كل سنه ما راح تعطي لك ما راح تعطي حق نفسك مجال ان تبدع وتسوي شيء جديد. مجرد انه اوكي تبي تشطب على تشيك بوكسز ونزل. عموما لازم في بعد سلسله لا بس شيء خلصنا. هذا كان عندنا بالنسبه حق فقره اسئله المستمعين، ان شاء الله نكون جاوبنا على اسئلتكم وما شطحنا وايد، ولو ان اظن شطحنا وايد. انا احب اتفلسف وانا بعد اليوم داش وياك ليش ماكو كيف عاد يتحملون الفلسفه بعد. عموما شكرا على اسئلتكم وان شاء الله استمتعتوا معنا بهالحلقه. قبل ما نختم شكرا مشكورين. انتوا المشكورين انت والله، انت دائما ترجع من اليابان وتجيب معاك غنايم حلوه يا بعد شبدي والله تستاهلون اكثر. الله يسلمك وشكرا جزيلا على قدومك كجست يعني كل مره. انتوا المشكورين على الاضافه الاستضافه. بدل اي اوكي عادي اليابان عادي ناس عربي زين كودساي يعني صراحه وناس وياك استمتع معاكم واحنا قاعد نشوفكم واحنا وجودك دائما ويانا بيشو. شكرا العفو بالعافيه حياك الله. المره الجايه ادرس اي بالذهب ادرس على يعني. صراحه متطشر. عدول شكرا حق عدول. طبعا عدول نايم على قنفه. لا هو ماسك الكاميرا مسكين مجازا اي بالقوه العقليه. زين حسين هم بعد شكرا اضطر انه يمشي مبكر. وشكرا للمستمعين والمشاهدين طبعا لمتابعتنا. معلومات الحلقه يا بيشو حياكم الله بالموقع luckygg.com. هناك تقدرون تشون تشوفون حلقاتنا اللي ان شاء الله ننزلها اسبوعيه من دوانية بعد اخر صدر العاب. تقدرون تشوفونهم هم بعد بنفس الوقت نسخه الفيديو تشوفونا فيها عن طريق صفحتنا باليوتيوب. اذا تسوون سيرش على luckygg او luckygeneration gamers راح تحصلونه باليوتيوب. سوون سبسكرايب هناك راح تشوفون الحلقات تنزل نسخة الفيديو كاست منها بعد يومين ما ننزل البودكاست تقريبا.
اكونت الموقع الرسمي اللي هو @luckygengamers على التويتر، هناك تعرفون متى راح ننزل حلقاتنا الجديده او متى نسالكم او متى نقول لكم سؤالونا حق حلقات الديوانيه، كلها عن طريق تويتر. سولف على كتات الشخصيه، انا @yakub_h، بيشو @bishabishu، وين يقدر يسوون فولو؟ انا زيرو كايزر، بس مو فعال، مو فعال كلش. اوكي زيرو كايزر موجود بال الجروب، ايه بالجروب، ايه طبعا الجروب جوجل بلس، فعال جدا باي يعني. الله يعطيك العافيه على ايام ما شغله، بغض النظر الله يعطيك العافيه، وان شاء الله نشوفكم بحلقه القادمه، راح تكون اتوقع صدى الالعاب. الخطه ان انا ناوي نيه على هالحلقه هذه، بس خل تضبط معاي ان شاء الله، راح تكون حلقه جدا مميزه، فترقبوها ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله، الله سهل علينا ان شاء الله، راح نعطيكم حلقه مميزه ان شاء الله حق صدى الالعاب الحلقه الجايه. فشوفكم على خير، وصح لا تنسون معرض جي اكس حق اللي يبي يشارك واللي يبي يشوفنا، تاريخ 12/4 الى 14/4 ان شاء الله. انا راح اكون ضيف باكر يوم الاثنين، راح يكون تسجيل لايف، ما مشكله، راح اتوقع راح على ما تنزل الحلقه يكون خلص شوي، لا بس عشان يرد يدرون اللي حاب يسمع ويطالع الحلقه مالت فريق اكسترافا جيمنج، فريق طه سعيدي والشباب الطيبين، الله يعطيهم العافيه. طبعا ان شاء الله راح يستضيفوني مع فكره بحلقه راح تكون لايف ستريمد، او اتوقع راح تكون خلاص صارت اركايف الحين على الشانل مال اكسترافا جيمنج. سووا لهم فولو وسووا لهم سبسكرايب على اليوتيوب اكسترافا جيمنج، راح تلقوني ان شاء الله كضيف بالحلقه مالت هالاسبوع عندهم، وشوفكم ان شاء الله الاسبوع الجاي، ومع السلامه. مع السلامه.